المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بني ملال خنيفرة، السيد الكاتب العام للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين جهة بني ملال خنيفرة، السادة رؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، السادة الأساتذة والأستاذات، السيدات والسادة الفاعلون التربويين، السيدات والسادة المشاركون في هذه الوطنية، أيها الحضور الكريم، في البداية أحيطكم علما أن أشغال هذه الندوة منقولة مباشرة على الصفحة الرسمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلى مسطحة مايكروسوفت تيمز. أيها الحضور الكريم، يشرفني أن أرحبكم في أشغال هذه الندوة الوطنية التي ينظمها المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة بتنسيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة في موضوع التربية الدامجة ورهان الجودة، والتي ستجرى أشغالها طيلة هذا اليوم 26 مايو 2021. كما نشكر بحرارة جميع المتدخلين بهذه الندوة، متمنيين لضيوفنا الكرام مقاما طيبا بمدينة بني ملال، ونتمنى لكل المشاركين أن تكون هذه الندوة مناسبة جيدة لتبادل الأفكار والخبرات والتجارب. أيها السادة والسيدات، أتشرف في مستهل هذه الجلسة الافتتاحية أن أعطي الكلمة الافتتاحية الأولى للسيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة. شكرا، صباح الخير. السيد مدير المناهج بالوزارة السيد الدكتور فؤاد شفيقي، الذي كان يود أن يكون حاضرا معنا في هذه الندوة ولكن ظروف العمل اقتضت أن يكون عن بعد، السيد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة، السيد مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة، السيدات والسادة المؤطرين والمؤطرات بالمركز الجهوي للتربية والتكوين، والطاقم الإداري السيد الكاتب العام والسادة المدير والمساعدون، السيدات والسادة الأستاذات والأساتذة المشاركات والمشاركين في الندوة، وأشكرهم على حضورهم معنا. أرى بجانبي ممثلة جامعة القاضي عياد بن مراكش، أكادير بني ملال، أيضا المستشفى الجامعي الرازي الرباط. إذن شكرا على الانخراط وعلى قبول الدعوة للمشاركة في هذه الندوة. السادة رؤساء المصالح والأقسام، السيدات والسادة أعضاء اللجنة التنظيمية لهذه الندوة، والذين أتقدم إليهم جميعا بشكر خالص على كل ما أنجزوه حتى تكون هذه الندوة بهذا الشكل اليوم، ممثلات المجتمع المدني المشتغلات على مجال الإعاقة، حضرت السيدات والسادة الحضور الكريم، يسعدني أن أرحب بكم في هذه الندوة الوطنية المنظمة بتنسيق بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة والمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين حول موضوع التربية الدامجة ورهان الجودة. إن الاهتمام بالأشخاص في وضعية إعاقة عموما وبالأطفال المتمدرسين من هذه الفئة يندرج في إطار استراتيجية شاملة للدولة المغربية تستند في مرجعياتها الأساسية إلى التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى جعل المنظومة التربوية منظومة دامجة وشاملة ومنصفة تحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المتعلمات والمتعلمين، بعيداً عن كل أشكال التمييز والإقصاء، من أجل تحقيق الإنصاف والعدالة المجالية والاجتماعية. لقد حرصت الوزارة على أجراءة وتفعيل التوجيهات الملكية السامية من خلال التنصيص على حقوق الأطفال في وضعية إعاقة في التمدرس الدامج المنصف من خلال الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، وكذلك من خلال القانون الإطار 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولا سيما المشروع 4 المتعلق بتمكين الأطفال في وضعية إعاقة أو وضعية خاصة من التمدرس، اعتبارا للأدوار الأساسية للمدرسة في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ. حضرات السيدات والسادة الحضور الكريم، أغتنم هذه المناسبة للتذكير بالأهمية التي توليها الأكاديمية لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة إسوة بأقرانهم بهذه الجهة، بدءا بتوفير مقعد بيداغوجي لهذه الفئة، مرورا بتشخيص طبي
ووصولا للإدماج بالفعالية اللازمة والمطلوبة، وهذا لا يتأتى إلا بمزيد من الجهود للتكيف مع الخصائص الفردية لجميع المتعلمات والمتعلمين، وتكييف تقنيات التعلم والممارسات البيداغوجية وفق خصوصيات كل إعاقة انسجاما مع مضامين الإطار المرجعي للتربية الدامجة الذي أعدته الوزارة في هذا الإطار، والذي يتضمن دلائل ومصوغات للتكوين والتأطير لفائدة الأطر التربوية والإدارية والأسر والجمعيات الفاعلة في هذا المجال. وفي هذا الإطار تم الحرص على توفير شروط الفعالية والنجاعة اللازمتين لضمان التفعيل الأمثل للبرنامج الوطني للتربية الدامجة الذي أعطيت انطلاقته الرسمية يوم 26 يونيو 2019، وذلك باستثمار كافة الإمكانيات المتاحة ومختلف المكتسبات التي تم تحقيقها في مسار إرساء حق الأطفال في وضعية إعاقة في تعليم دامج، سواء على مستوى العرض التربوي والنموذجي البيداغوجي أم على مستوى الحكامة والتعبئة المجتمعية. حضرات السيدات والسادة، أيها الحضور الكريم، اسمحوا لي أن أختتم هذه الكلمة الافتتاحية بتنويه خاص بالعمل الجدي الذي يقوم به السيدات والسادة المفتشات والمفتشون والمديرات والمديرون والأستاذات والأساتذة والمؤطرون بالمؤسسات التعليمية الدامجة والشركاء ومختلف المتدخلين من أجل تمتيع هؤلاء الأطفال من حقهم في التعلم وممارسة مختلف أنشطة الحياة المدرسية وولوج مختلف الفضاءات المتاحة بالمؤسسات التعليمية، إيمانا من الجميع بأن استيفاء هذا الحق هو التزام أخلاقي ومجتمعي وإنساني يسهم في بناء مجتمع متماسك جدير بكل أطفاله. ختاما أتمنى النجاح لأشغال هذه الندوة، والتي ستسهم بكل تأكيد من خلال المداخلات القيمة المقترحة والنقاش التربوي العلمي المرتقب في إغناء هذا الورش المجتمعي وفي تطوير أدائنا وتدخلاتنا في مجال تدبير قضايا تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة ومواصلة تنزيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة وفق أهداف ورهانات هذا البرنامج الذي تتطلع الوزارة من خلاله إلى تغطية جميع المؤسسات التعليمية لتصبح مؤسسات دامجة في أفق الموسم الدراسي 2027-2028. وفقنا الله تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلمة السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال الخنيفرة، برزت أهمية هذا اللقاء والموضوع. أعطي الكلمة للسيد مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بني ملال الخنيفرة. شكرا سيد مسير الجلسة، سيد مدير المناهج بوزارة التربية الوطنية المحترم، سيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال المحترم، سيد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال الخنيفرة المحترم، السادة أعضاء اللجنة العلمية، السادة أعضاء اللجنة التنظيمية، الكاتب العام للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، سيد المدير المساعد، السادة رؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديمية، السادة المتدخلون والمشاركون في هذه الندوة عن قرب أو عن بعد، السادة ممثلي المجتمع المدني الحاضرين في هذا اللقاء، أيها الحضور الكريم، يسعدني أولا في البداية أن أتناول الكلمة لتقديم الشكر لجميع المتدخلين في هذه الندوة التربوية المباركة منذ أن كانت فكرة بتاريخ 9 نوفمبر 2020، وهو التاريخ الذي صادق فيه مجلس المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين على برنامج عمله السنوي. ومنذ ذلك اليوم كان هناك انخراط مكثف من طرف السيدات والسادة الأساتذة أعضاء اللجنة العلمية وأعضاء اللجنة التنظيمية، طبعا بمساهمة ومواكبة من إدارة المركز وبطبيعة الحال بتنسيق مع إدارة الأكاديمية ومع الأطر العاملة بهذه الأكاديمية من أجل إخراج هذا المنتوج في هذه الحلة التي نشكر الجميع عليها اليوم. لابد من التذكير بأن انخراطنا كمركز جهوي لمهن التربية والتكوين في هذا الورش التربوي الهام اللي هو ورش التربية الدامجة يرتبط وينبع أساسا من المهام المسندة لمؤسستنا كمؤسسة لتكوين الأطر وكمؤسسة للبحث التربوي. وفي هذا الإطار
لابد من تذكير بأنه النموذج التكويني لمسلك الإدارة التربوية على مستوى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين قد عرف هذه السنة إدراج مجزوءة جديدة تتعلق بمجزوءة التربية الدامجة، وهذا نظرا لأهمية هذا الموضوع ولضرورة إعداد الأطر الإدارية للتعاطي الجدي والإيجابي مع هذا الموضوع بعد تحملهم لمسؤولية تدبير المؤسسات التعليمية والتكوينية. ولنا الشرف كمركز جهوي أننا كنا مساهمين في لجنة الخبرة الوطنية التي اشتغلت على هذا الملف، ونشكر أساتذتنا المؤطرين الذين بطبيعة الحال أبانوا عن علو كعبهم في طبيعة الحال المساهمة في بناء مجموعة من مجزوءات التكوين وضمنها مجزوءات التربية الدامجة. المستوى الثاني من انشغالنا بهذا الموضوع يتمثل في محور البحث التربوي. لابد من تذكير هنا بأن دور المراكز الجهوية في الحقيقة بالإضافة إلى أدوارها التأهيلية والتكوينية فهو البحث التربوي في المجالات التربوية المختلفة. نعتبر أنفسنا كمركز مهتمين بمواكبة المشاريع التربوية التي تشتغل عليها الوزارة بشكل عام، وأكاديميتنا على المستوى الجهوي بشكل خاص مواكبتها على مستوى البحث وعلى مستوى الإنتاج التربوي، ونعتبر أن هذه الندوة تدخل في هذا الإطار. زد على ذلك أنه هناك فريق للبحث على مستوى المركز يهتم بمختلف هذه القضايا ذات العلاقة بالتربية الدامجة. المستوى الثالث من مداخلتي يتعلق بالجانب طبيعة الحال المقاربات التي بني عليها مفهوم التربية الدامجة، وأنتم تعلمون كذلك من أجل ربط طبيعة الحال ربط المداخلات الموجودة على المنصة، فإحدى المقاربات الأساسية التي نبنى عليها مشروع التربية الدامجة هو المقاربة الحقوقية، ونحن اقترحنا على زملائنا وأصدقائنا في المجلس الجهوي لحقوق الإنسان وطبعا مع الأكاديمية كذلك أن نغتنم فرصة هذا اليوم لتوقيع اتفاقية شراكة مع المجلس الجهوي لحقوق الإنسان. لماذا؟ لنعطي إشارة مهمة جدا أن بطبيعة الحال التعاطي مع الأطفال في وضعية إعاقة هو من صميم إعمال المقاربة الحقوقية في المجال التربوي، لكن هذه الشراكة بطبيعة الحال ستكون شاملة لمجموعة من المجالات ولمجموعة من الاهتمامات الحقوقية، ونستغل الفرصة مرة ثانية لأشكرهم على انخراطهم بجانبنا. أعيد التذكير مرة أخرى في نهاية هذه الكلمة بأهمية هذا الموضوع وبراهنية هذا الموضوع وبأهمية المداخلات التي تم تلقيها من طرف اللجنة التنظيمية وجودتها وتنوع المتدخلين وتنوع مشاربهم العلمية والفكرية، وهذا سيعطي بطبيعة الحال لهذا العمل يعني واحد الأهمية. ونحن نلتزم طبيعة الحال كمركز جهوي لمهن التربية والتكوين، طبعا السيد المدير الأكاديمية مشكورا، أننا نتعاون جميعا من أجل إصدار واحد العدد خاص الذي يجمع يعني شتات إن قلنا أو المجمل المداخلات ومجمل النقاشات التي سيعرفوا هذا اليوم من أجل ليس فقط يعني إنجاز النشاط وإنما أيضا توثيق هذا النشاط وتقديم هذا المنتوج إن شاء الله العلمي الذي سنتشرف بالاستماع إلى متدخلين كثر وهم من مؤسسات جامعية متعددة من مراكش من ابن زهر في أكادير من مولاي سليمان، هم كذلك من مراكز جهوية لمهن التربية والتكوين متعددة من وجدة من الدار البيضاء كذلك، وهم من أساتذة أكفاء الذين اشتغلوا في الميدان لهم تجربة مهمة في الميدان، وهم كذلك من أطر يعني طبية من المدرسة العليا للأساتذة. إذا مجموعة من المتدخلين من مجالات متعددة لا شك سيغني هذا اللقاء. أتمنى لكم جميعا كل توفيق وكل نجاح، وأجدد الشكر بحرارة لأعضاء اللجنة التنظيمية ولأعضاء اللجنة العلمية وللفريق الذي اشتغل من أجل إعداد هذا اليوم، لا سواء على مستوى المركز ولا سواء على مستوى الأكاديمية، وأتمنى إن شاء الله الرحمن الرحيم كل توفيق وكل نجاح. شكرا لكم جميعا ومرحبا بكم. أيها السيدات والسادة، أيها الحضور الكريم، إن تحقيق تربية دامجة ومنصفة وعادلة وذات جودة رهين بتعزيز وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان ومبادئ وقيم المواطنة. وفي هذا السياق يعقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان ممثلاً باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بنملة الخنفرة والمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة بنملة الخنفرة اتفاقية تعاون وشراكة. وقبل المرور إلى مراسيم توقيع هذه الاتفاقية أعطي الكلمة للسيد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بنملة الخنفرة. السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بنملة الخنفرة المحترم، السيد مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة بنملة الخنفرة المحترم، السيد مدير المناهج بوزارة التربية الوطنية، السيدات والسادة الحضور، كل واحد باسمه وصفته. يسعد المجلس الوطني لحقوق الإنسان ممتلا بلجنته الجهوية
بجهة بني ملال الخنيفرة أن يتواجد معكم اليوم في هذه الندوة القيمة التي تشتغل على موضوع ذو راهينية ألا وهو التربية الدامجة. ويسعد كذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم أن يوقع مع المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين اتفاقية شراكة تندرج في إطار مؤسسات موهيكيل، على اعتبار أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد وقع اتفاقية مركزية مع وزارة التربية الوطنية، وعلى اعتبار كذلك أننا على صعيد الجهة وقعنا اتفاقية سابقة مع المديرية الجهوية للتربية والتكوين، ونبرمج أن نوقع اتفاقية ثالثة في الأيام القليلة القادمة مع جامعة مولاي سليمان، وبذلك يكون الإطار المؤسساتي لعملنا كشركاء على المستوى الوطني وعلى المستوى الجهوي قد استكمل. فبهذه الاتفاقية الجديدة سنشرع إن شاء الله مع المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين للاشتغال على تيمة التربية على حقوق الإنسان، على اعتبار أن مراكز التكوين بصفة عامة والمؤسسات التعليمية بصفة عامة هي مؤسسات ناشئة بامتياز بإمكانها أن تشتغل على هذه الإشكالية وأن يكون أثر. إذن على بركة الله نعلن كمجلس وطني لحقوق الإنسان واللجنة عن استعدادنا التام للتعاون مع المركز ومع الطاقم ومع منتسبي المراكز بالجهة في خدمة التربية على حقوق الإنسان ومن أجل تملك ثقافة حقوق الإنسان. وأشكركم جزيل الشكر على هذه الدعوة الكريمة وعلى استعدادكم وعلى كل ما بذلتموه لتسهيل ولتسريع إبرام هذه الاتفاقية لنستكمل الهيكلة المؤسساتية، وشكرا. مباشرة نمر إلى مراسم توقيع الاتفاقية بين المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان. سي العماري رئيس لجنة الشراكة. مباشرة أعطي الكلمة للأستاذة نادية الطالبي لتلقي كلمة باسم اللجنة المنظمة لهذه الندوة الوطنية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، السيد مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة بني ملال الخنيفرة، السيد مدير مديرية المناهج، السيد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال الخنيفرة،
السيد المدير المساعد المكلف بسلك الإدارة التربوية بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة بني ملال الخنيفرة، السيد الكاتب العام بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة بني ملال الخنيفرة، السادة رؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، السادة الأساتذة والأستاذات، أيها الحضور الكريم، باسم اللجنة المنظمة للندوة نرحب بكم سواء من هم حاضرون معنا بهذه القاعة أو من يتابعوننا عن بعد. أيها الحضور الكريم، تعد التربية الدامجة امتداداً لمرجعيات وتشريعات مختلفة ومجالاً لترسيخ ثقافة التضامن والمساواة كما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، وتنزيلاً لمبادئ دستور المملكة المغربية تعد التربية الدامجة تجسيداً لمقومات المجتمع المنصف المبنية على قيم الاختلاف والاعتراف بجميع الأفراد كيفما كانت وضعيتهم الاجتماعية والنفسية والجسدية. يضاف إلى هذا أيضاً ما نصت عليه الرافعة الرابعة من الرؤية الاستراتيجية ومواد القانون الإطار 51/17. ولإنجاح هذه الرؤية التربوية الجديدة تمت صياغة هندسة منهاجية وفق رؤية استراتيجية تروم إرساء المقاربة المؤسساتية للتربية الدامجة، والتي تهدف إلى تبني مقاربة بيداغوجية ناجعة لتدبير سيرورات التعلم والتكوين في جميع الأسلاك التعليمية بمواصفات جديدة تلائم خصوصيات المتعلمين في وضعية إعاقة وحاجياتهم النفسية والاجتماعية، وتضمن تكافؤ الفرص بالنسبة للجميع. ومن أجل ذلك تنظم هذه الندوة بموضوع التربية الدامجة ورهان الجودة من طرف المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة بني ملال الخنيفرة، وبتنسيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال الخنيفرة لتسليط الضوء على المرجعيات المؤطرة الخاصة بالتربية الدامجة من حيث الأجرأة والتفعيل، وتقاسم التجارب والممارسات الرائدة في التربية الدامجة، ومن أجل تعزيز قدرات الفاعلين التربويين والشركاء في مجال التربية الدامجة والخروج بمقترحات وتوصيات لبناء تصور شامل للتربية الدامجة داخل المؤسسات التعليمية. ونحيطكم علماً أيها السادة والسيدات أن برنامج يومنا هذا يتضمن 3 جلسات علمية، أولهما تأطيرية في التربية الدامجة، بعد استراحة شاي تليها جلستين علميتين متزامنتين، إحداهما حول تنزيل الإطار المرجعي للتربية الدامجة من حيث الممارسات والتجارب، أما في الجلسة الأخرى سيتم تسليط الضوء على مقاربات التربية الدامجة، لنختتم هذه الندوة الوطنية بجلسة ختامية لقراءة الخلاصات والتوصيات. ولا يسعنا في الختام إلا أن نكون شاكرين للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في شخص السيد المدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال الخنيفرة على تفاعلهم الإيجابي، كما نشكر السيد مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة بني ملال الخنيفرة على انخراطه معنا، وكل من شارك في هذه الندوة الوطنية من قريب أو بعيد من أساتذة جامعيين وباحثين ومكونين من كل ربوع المملكة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها السيدات والسادة، أيها الحضور الكريم، لتأطير أشغال هذه الندوة الوطنية يحضر معنا السيد مدير المناهج بوزارة التربية الوطنية الأستاذ شفيقي. وبالمناسبة فالأستاذ هو باحث في مجال علوم التربية، أستاذ التعليم العالي، راكم تجربة كبيرة في البحث والتكوين والتدبير، ويرجع الفضل للمديرية التي يشرف عليها في إنتاج مجموعة من الوثائق المؤسسة والمؤطرة للتربية الدامجة، فله الكلمة. شكراً السيد مدير الأكاديمية، السيد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، السادة ممثلي مركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، السادات والأساتذة الحاضرين، السلام عليكم ورحمة الله.
طلب مني أن أحاول تأطير هذا اللقاء، اللقاء العلمي، وأكيد أن المداخلات التي ستأتي في الجلسات المقبلة سوف تتطرق إلى عدة قضايا، سواء منها القضايا ذات الطبيعة النظرية أو القضايا ذات الطبيعة العملية. وسأحاول إن سمحتم في بضع دقائق، في حدود 5 إلى 10 دقائق على الأكثر، أن أضع الأسبوع على الإشكالات الحقيقية التي نواجهها اليوم من أجل أو في أفق جعل الطبيعة الدامجة واقعا معاشا أو معاشا على مستوى المؤسسات التعليمية. لربما في السنوات الماضية منذ أواسط التسعينات، منذ ظهور ما كنا نصطلح عليه بأقسام الدمج المدرسي، وهي مرحلة في تطور الحقوقي خصوصا الحق في التربية والتعليم بالنسبة لأبنائنا في المغرب، بحيث أخرجنا الأطفال أو حاولنا إخراج الأطفال في وضعيات إعاقة، خصوصا وضعيات الإعاقات الذهنية بالأساس، من المحجز داخل البيوت إلى قاعات أو فضاءات تعليمية، ولكن هي عبارة عن أيضا فضاءات مغلقة وليست مندمجة داخل المؤسسات التعليمية. قاعات أقسام الدمج المدرسي كانت قاعات داخل المؤسسات، ولكن لم تكن، كانت عبارة على جيتوهات داخل المدارس. وهذا المفهوم هو نوع من التطور نتاع مفهوم نتاع مسألة الحق في التربية منذ الإعلان العالمي عن حقوق الإنسان وبالأخص حقوق الطفل. إلا أنه سرعان في الدول الغربية التي تبنت هذا الاختيار، والمغرب بين هذه الدول، أول أقسام تاع الدمج المدرسي ظهرت في المغرب سنة 1992-93 تقريبا، رحنا في 30 سنة تقريبا هذه، بسرعة تبين على أنه حينما نخرج الأطفال من المنازل ديالهم وكنجيبوهم للمدرسة وكنوضعوهم في قاعات تاع الدمج المدرسي، ما كنكونوش دمجناهم فعلا داخل المجتمع وداخل الفضاء المجتمع المصغر اللي هو المدرسة، لأنه وقت الدخول نتاعهم والخروج تتكون مختلفة، حتى الوقت نتاع الاستراحة ديالهم تيكون مختلف. كانت عدة مقاومات من طرف الأسر، بعض مدراء المؤسسات عانوا مع جمعيات الآباء ومع الأسر التي كانت ترفض أن تكون هناك، أن يكون هناك قسم للدمج المدرسي داخل المؤسسات التي يدرس فيها أبنائهم، خوفا أو هكذا يتصورون عن أبنائهم من الأطفال الذين هم في وضعيات إعاقة، وشديد على الإعاقات الذهنية بالأساس، لأنه الإعاقات البصرية والإعاقات السمعية كانت لها حلول منفردة، بالإضافة للإعاقات الجسمية، هذه تقريبا كانت مدمجة منذ نشأة المدرسة المغربية في بداية الاستقلال، المدرسة الحديثة، الأطفال اللي كانت عندهم إعاقات في الحركة كانت دائما تلقوا راسهم في المدرسة، ولكن هما اللي كيتكيفوا مع الجو في المدرسة، ماشي المدرسة اللي كتكيف الأجواء نتاعها معاهم. إذن تحت الضغط نتاع الحركة الحقوقية على المستوى العالمي، بعض المنظمات ومنها اليونسكو في بداية هذه الألفية الحالية اشتغلت على مفهوم جديد، اللي هو مفهوم احنا تنسميه الطبيعة الدامجة في المغرب، ولكن أنا المشارقة في الحقيقة التسمية ديالهم تتبنية أوسع وفيها تتمكن من خلط أقل، لأنهم تنقولوا الطبيعة الدامجة وكنا كنتكلموا على أقسام الدمج المدرسي وكانت عندنا بيداغوجيا الإدماج، هادشي تنخلطوه للناس في دماغهم. المشارقة كيتكلموا على التعليم الشامل. التعليم الشامل هو التعليم اللي كيشمل الجميع وكياخذ بعين الاعتبار حاجات الجميع وما نصطلح عليه نحن بالطبيعة الدامجة. كانت في البداية من لازم أننا أولا نهيئوا الميدان لهذا التعليم الشامل، وهذا التهيئ كانت السيد المقدم تحدث على المجهود اللي تبذل
خلال أربع سنوات بين 2013 و2017 من أجل إنتاج وثيقة يمكن اعتبرها وثيقة مؤسسة اليوم للتربية الشاملة في المغرب، اللي هي وثيقة الإطار المنهجي للتربية الدامجة. هذه الوثيقة تم إنتاجها بواحد المنهجية نتاع البحث التدخلي، لأنه اشتغلنا مع أربعة أكاديميات، مع مربين ومربيات كانوا تيشتغلوا في الأقسام تاع الدمج المدرسي، مع متخصصين أيضا في المجال نتاع الإعاقات، ومع متخصصين حقوقيين اللي كانوا معنا في مختلف المراحل من أجل إنتاج هذه الوثيقة. هي وثيقة نظرية، ربما الزميل أو الزميلة اللي غادي يقدم العرض نتاع الإطار المنهجي غادي يرجع بالتفصيل، ولكن إلا بغيت نلخص هذه الوثيقة، هذه الوثيقة تتكلم على أولا كتوصف واحد ستة نتاع الأنواع نتاع الإعاقات، بمعنى أن المربي اللي هو أستاذ ومفتيش ومدير خصو يتعرف على هذه الأنواع الإعاقات، توصيف ديالها، معنى أنه كاين عندنا واحد العملية تشخيصية اللي ضرورية، والاتفاقية اللي تسنات مع الوزارات بما فيها وزارة الصحة والتضامن، الغاية منها هو أنه نقوموا بهذاك التشخيص المبكر منذ رياض الأطفال باش نتعرفوا على الأطفال اللي عندهم هاد الإعاقة. بدت بالنسبة لكل إعاقة على حدة على التعلمات الأساس أو أس التعلمات، داك لو دينوميناتور كومان اللي خصو يكون عند جميع ولاد المغاربة كيف ما كانت الوضعية ديالهم في وضعية إعاقة أو في غير وضعية إعاقة. وبالنسبة لهاد التعلمات الأساس كل نوع، مثلا تعلمات بناء طرق تفكير، بناء طرق تفكير هو شكل من شكل التعلمات، لأنه ما يمكنش الإنسان يكون منطقي في التفكير نتاعو إلا ما بناش طرق تفكير، كيبنيها بالرياضيات ولكن كيبنيها باللغة، كيبنيها بمختلف المواد الدراسية. العمليات الحسابية أيضا جزء من تعلمات الأساس، اللغة، التواصل، اللغة كيف ما كانت عربية، دارجة، أمازيغية، هي أيضا من التعلمات الأساس لأنه بها تنتواصلوا. قراءة، لأنه تنتعلموا مع المكتوب، ومفروض أن كل مواطن يكون عنده قدرة على القراءة أو قدرة على التواصل، لأنه وتكلمت عن اللغات ما ننساش بأنه لغة الإشارة هي لغة الأم تاع الأطفال الصم. بالنسبة لكل نوع من هذه الإعاقات عندنا التعلمات الأساس، ولكن كل تعلم أساس إلا بالنسبة للطفل اللي في وضعية إعاقة خصو تعلمات داعمة، معنى باش يمكن يسروا ليه التعلم باش يكون في نفس المستوى التعلم تاع الأطفال الآخرين، تيخص المدرسة دي واحد المجهود على حساب النوعية الإعاقة والتحليل تاع هذيك نوعية الإعاقة أنه تقدم المنتوج. وغادي نتكلم على خمسة تاع المداخل اللي هي المداخل العملية من أجل تفعيل الإطار المنهجي للتربية الدامجة، واللي غادي تكون ربما هي التحدي الكبير في السنوات المقبله. الاطار المنهجي يوقف عند هذا الحد، توصيف الاعاقات، تحدث عن تعلمات الاساس، وتحدث عن تعلمات داعمه بالنسبه لكل نوع من انواع الاعاقه. اذا بغينا ننتقلوا من الاطار النظري اللي الان تاسس ليه الوثيقة نتاع التربية الدامجة، ومن الاختيارات السياسية اللي كيأسس لها اللقاء الوطني اللي عطى الانطلاقة نتاع التربية الدامجة، واللي تأسسه السيد الوزير، واللي كانت فيه واحد العدد نتاع الشركاء نتاع المدرسة من وزارات أخرى، وندوزوا ما هو عملي داخل الفصول. لازم أن نشتغلوا على خمسة نتاع المداخل، وهذه المداخل وهنا غادي تبان الصعوبه نتاع الانتقال بالمدرسه المغربيه بشكل عام، التي هي لا استطيع ان اقول ان المدرسه المغربيه اليوم هي مدرسه نتاع الاقصاء، هي مدرسه دامجه ولكن بنسب ضعيفه ضئيله لا تلبي انتظاراتنا كمواطنين وطموحاتنا كمواطنين انها تكون عندنا مدرسه دامجه بمعنى الكلمه 100%. هذا هو المطلوب. اشنو هو اللي خصو يتبدل عندنا؟ عندنا الاطار المنهجي،
عندنا التكوينات اللي شفنا عليها في المديريه تاع المناهج، ربعان تاع لي موديول دو فورماسيون، الاساتذه، المدراء، الاباء والجمعيات الشركه تاع المدرسه، والمسؤولين الاقليميين والجهويين اللي نجزنا بالنسبه لهم واحد الميمونتو، واحد المفكره، باش وقت ما تعرضوا لواحد الحاله نتاع طفل فضيه اعاقه يرجعوا للميمونتو يعرفوا واش خص يدار، لانه بحال ان باليساج نتاع 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 لا ديسيزيون اللي خص يكون عند المسؤول الاقليمي والمسؤول الجهوي ومدير المؤسسه. الان ملي كندخلوا عمليا اشنو هو اللي خصو يتغير؟ الحاجه الاولى الاساسيه اللي خصها تتغير، وهذا الشيء درنا البعض منه في الـ في الـ في التكوينات، ولكن التكوينات خصها تعمق اليوم اكثر على مستوى المراكز الجهويه للمهن الطبيه والتكوين، مع طلبه الاساتذه او الاساتذه المتدربين، ومع اطر الاداره التربويه اللي هما في طور التكوين، باش ما نحتاجوش حتى يتخرجوا هاد الناس عاد نعاودوا ندير لهم حتى هما التكوين، خصهم يخرجوا مكونين من المركز. الحاجه الاولى هي طريقه العرض. اذا لاحظتوا انا هذه تقريبا قربت 10 دقائق وانا تنتكلم شفويا. اذا كان معكم اليوم في القاعه شي حد اللي ما كيسمعش ما يمكنش يوصل للخطاب ديالي اليوم، اذا انا كنتكلم بطريقه واحده، كان ممكن نزيد دي سلايدز ونعرضهم عليكم ونولي تنتكلم بجوج الطرق، شفويا وبصريا، ولكن تيبقى دائما داك اللي ما كيسمعش ما غادي يكون الخطاب نتاعي غير ولوج ليه. اذا التحدي الكبير الاول هو كيفاش داخل الفصل الدراسي، داخل المدرج في الجامعه، داخل محترف مؤسسه التكوين المهني، الخطاب نتاعي، الخطاب اللي بغيتو يوصل للمتعلم، الطالب، المتدرب، تعدد طرق نتاع العرض نتاعو. عندنا تجربه رائده اليوم في الاكاديميه نتاع اكادير، احدى الاعداديات اللي كنشتغلوا مع واحد الجمعيه اللي عندها متخصصين في لغه الاشاره، وكيدخل تدخل المتخصصه في لغه الاشاره للقسم مع التلامذ، القسم اللي هو مشترك فيه التلامذ اللي كيسمعوا والتلامذ اللي ما كيسمعوش، والاستاذ الرياضيات تيدير الحصه الرياضيات، والمربيه نتاع لغه الاشاره، المترجمه لغه الاشاره واقفه في الاستراد حداه وكترجم بلغه الاشاره للتلامذ اللي ما كيسمعوش. عندنا تجارب مع المنظمه العلويه لرعايه المكفوفين متعلقه بكل ما هو ترجمه للغه برايل، اللي اليوم مع الرقميات سهلات بشكل كبير، لانه لغه برايل ملي كتبغي تترجم كتاب مدرسي للغه برايل كترجم المكتوب، ولكن الصوره مثلا، وتتعرفوا الصوره الدور نتاعها في الكتاب المدرسي هي التوضيحيه اللي خصها توصف، بمعنى ان الكتاب ملي يكون مكتوب بلغه برايل إذا كان كتاب فيه 140 صفحة تتولي فيه 300 صفحة، لأنه الصور تتولي الوصف نتاعها دقيق، باش التلميذ ملي يكون تيقرا بلغة البرايل يكون تيقرا التوصيف نتاع الصور. كاين عدة تجارب اليوم، كاين تجربة في الإمارات العربية مع هذا الشيء مع أندونيسيا على ما أعتقد، أنه كاين دي ستيلو أقلام ناطقة، تاخذ الكتاب نتاع التلميذ تياخذ الكتاب، وفي الكتاب كاينه لغه برايل، وتيوضع ستيلو على ان ستيلو انتيليجون على لغه برايل، وكيولي كيسمع الصوت، يمكن يكون ديال السناطه وكيسمع الصوت بحالو بحال التلاميذ الاخرين، حتى التوصيل. معنى انه اليوم التكنولوجيا الحديثه مكنات من عده تقدمات على مستوى تعدد طرق العرض، ولكن اللي اساسي باش ندوز النقطه الثانيه هو كيفاش ما نرقوش الاستاذ ونجعلوا ان لغه العرض تكون لغه متنوعه. المدخل اللي عندنا اللي كنقترحوه عليكم على الندوه ديالكم وعلى الزملاء الباحثين اللي معكم، اكاديميين جامعيين ومفكرين ايضا في هذا الموضوع، هو اولا باش يمكن ندير الفعل خص يكون عندنا الوعي، انه عندنا قدره على الفعل. ملي يكون عندي وعي انه عندي طفل توحدي داخل القاعه، داخل الفصل الدراسي،
والطفل التوحدي اشنو هي التعلمات الداعمه اللي محتاج لها، وشنو هي نوعيه العرض الملائمه له. كاينه نوعيه العرض اللي هي ملائمه للمتوسط نتاع التلاميذ، ولكن عندي في القسم واحد الفصل دراسي طفل توحدي، اشنو هي طريقه العرض الملائمه؟ يمكن هذيك طريقه العرض نتاعي تولي طريقه ثنائيه، فيها طريقه العرض الموجهه للجميع وطريقه العرض خاصه. هادشي باش بعض بالنسبه لبعض الاعاقات عندنا ما يسمى بالمرافق نتاع الحياه المدرسيه، كيدخل مع التلميذ وتيقعد حداه، وبطبيعه الحال الدور نتاعو هو تيترجم ما يقوله الاستاذ او ما تقوله الاستاذه حسب الحاجيات نتاع هذاك الطفل، تيترجمو باللغه نتاعو بطريقه عرض خاصه. المساله الثانيه، المدخل الثاني او التحدي الثاني، هو تحدي طريقه التعبير. طريقه العرض تنتكلم على الاستاذ، طريقه التعبير تنتكلم على المتعلم. ملي كنطرح سؤال تلامذتي يمكن يجاوبوني شفويا، ولكن اللي ما تيستطعش يجاوب شفويا او لا ما كيستطعش يكتب لان عنده اعاقه ذهنيه، كيفاش غادي يمكن تكون المشاركه نتاعو ونضمن الحق نتاعو في التعلم مع الاخرين وهو ما عندوش قدره على انه يعبر بنفس الطرق باش يعبر الاخرين. لهذا هنا ايضا من بين مجالات البحث المفتوحه امامنا، اشنا هي طرق التعبير الممكنه في الرياضيات، في اللغه العربيه، في الاجتماعيات، معنى انه هذه الطرق نتاع التعبير كما هو الشأن تاع طرق العرض خصنا نكيفها مع المستويات الدراسية ومع المواد الدراسية. ثم المسألة الثالثة هي طرق المشاركة. ما كاينش غير العرض الأستاذ وما كاينش غير التعبير نتاع التلميذ. الفصل الدراسي والمدرسة هي حياة، حياة يقضي فيها الطفل والطفلة جزء أساسي من بناء شخصيتهم، من اندماجهم الاجتماعي. وكان عندنا اشتغال وما عرفتش واش كاين معكم في القاعه زملاء من مسؤولين او اساتذه او مفتشين تاع الطبيه البدنيه، كيفاش نجعلوا مثلا الطفل الكفيف انه يشارك في الحصص نتاع الطبيه البدنيه. وكانت عندنا ورشات على مستوى مديريه المناهج ومديريه الارتقاء بالرياضه المدرسيه، وشفنا التجارب الدوليه. هذا مثال واحد نتاع المشاركه. واللي كيدار بزاف في التجارب الدوليه هو قبل ما نجعلوا الطفل اللي في وضعيه مثلا كفيف انه يشارك في انشطه نتاع الرياضه، خصنا نجعلوا الاطفال الاخرين بعدا يعيشوا الحياه نتاع الكفيف. وكيمكننا نديروا واحد البوندا على العينين نتاع التلاميذ كلها هما في واحد الحصه نتاع الطبيه البدنيه، وندير لهم واحد النشاط نتاع الطبيه البدنيه وهما ما تيشوفوش، باش يحسوا واحد النوع من المعاناة اللي كيعانيها الطفل الكفيف. هو كيتلقى واحد الكونسين، واحد الطلبية بإجراء واحد نشاط رياضي، وكيفاش غادي يترجم هذاك النشاط الرياضي وكيفاش غادي يقوم به. إذن تنجعل الآخرين يحسوا بنفس يولي عندهم نفس الشعور نتاع الطفل الكفيف. هادشي تنقول على الطفل الكفيف، يمكن نقولوا على الطفل اللي ما كيشوفش الألوان، يمكن نقولوا على الطفل اللي ربما ما يمكنش يتعرض لأشعة الشمس القمري. معنا اليوم الأطفال في وضعية إعاقة هو واحد التنوع كبير، ولكن اللي كنعرفوا اليوم كثار عندنا في المدرسة هما الأطفال اللي عندهم وضعيات حركية فيزيك، الأطفال اللي في وضعية توحد، الأطفال اللي عندهم وضعيات سمعية، والأطفال اللي عندهم وضعيات بصرية. وكيجيو اضطرابات التعلم، لي ديسليكسي، لي ديس، كاع هذوك لي ديس، هذوك أيضا عندنا الان طرق كثيره اللي كتساعد لو ديسليكسيك كيفاش انه يتعلم القراءه، واللي عنده لي ديسكالكولي اللي عنده مشكل كيفاش يتعلم العمليات الحسابيه الى غير ذلك. اذن هادو ثلاثه تاع المداخل ما غادي تجاوبش عليهم نظريا، غادي تجاوب عليهم عمليا، وغادي تجاوب عليهم بوحود تدخليه مع الاساتذه داخل الفصول بانتاج عدد بيداغوجيه ملائمه بكل حاله بحاله اللي غتعطينا في نهايه المطاف من بعد ما نجمعوها على الصعيد الوطني بين الانتاجات الاكاديميات، تكون عندنا عده بيداغوجيه مساعده على الطبيه الدامجه. مراعاه التنوع الثقافي، تنتبهوا قليلا الى ان التنوع الثقافي ربما قد يسبب نوع من الاعاقات.
أتذكر زميل لي من على سبيل نكتة. حنا تنتكلموا ما خصناش نكون تنتكلموا غير بهذا الجدية بعض المرات اللي كتسم الندوات ديالنا. زميل لي من منطقة المغرب الشرقي حكى لي أنه حينما وصل لأول مرة إلى مدينة الرباط كطالب جامعي وهو كان يتحدث في البيت إلا اللغة الأمازيغية لغة المغرب الشرقي جنوب المغرب الشرقي جنوبي وتعلم اللغة العربية في المدرسة، حينما أراد أن يأخذ الحافلة لمدينة الرشيدية أراد أن يسأل عن محطة القطار، طرح السؤال على أول مواطن تلقى معه: من فضلك أين توجد محطة الحافلات؟ فظهر للشخص الذي طرح عليه السؤال كأنه إنسان غريب، لأنه السؤال اللي ممكن يطرح هو فين كاينة محطة الكيران. معنى آخر أن هذاك الإرث الثقافي اللي جا به هذاك الزميل، وهذا الشيء موجود في التنوع الثقافي، الطفل الحساني الطفل الأمازيغي، كيفاش ناخذوه في بعين الاعتبار في المدرسة باش نجعلوا المدرسة أيضا مدرسة دامجة، لأن المدرسة الدامجة خصها تكون دامجة أيضا على المستوى الثقافي ليس فقط على المستوى الحركي أو علم. ثم كاين أيضا، وهذا الشيء لازال حاضر اليوم في واحد العدد من المناطق في بلادنا، هو الفصل بين الجنسين. كيف نجعل من المدرسة مدرسة دامجة بين الجنسين ونحقق تكافؤ الفرص بين الجنسين؟ إذن خمسة المداخل كبرى، وأتوقف عند هذا الحد: كيف نعدي طرق العرض ونكيف هذه الطرق على حسب المواد الدراسية وعلى حسب المستويات؟ كيف نعدي طرق التعبير؟ كيف نعدي طرق المشاركة؟ كيف ندمج البعد الثقافي أو التعدد الثقافي أو التنوع الثقافي؟ وكيف ندمج الفروقات بين الجنسين فيما يتعلق بمشروع المدرسة الدامجة التي تتبنى التعليم الشامل، التي هي هدف. نتكلم الآن مع الفاعلين، ما تعتقدوش بأن الوزارة اليوم علنات على التعليم الطبيعي الدامجة عندنا مدرسة دامجة. المدرسة الدامجة أفق، هدف كنسعى له، ولكن باش نوصلوا له غادي نمروا من عدة مراحل، منها الإطار المنهجي تكلمت عليه، منها الإنتاجات التربوية اللي خصنا نقوموا بها، منها تحويل مؤسسات تعليمية لمؤسسات دامجة ويكون عندها اللواء نتاع مدرسة دامجة. هذا الشيء غادي يتم بالتدريج إلى غاية أننا نضمنوا أفق 2027-2028، نتمنى قبل أنه المدرسة المغربية تصبح مدرسة نتاع التعليم الشامل. ومتى نتكلم على المدرسة، هروض الأطفال خصو يدخل تعليم ما قبل المدرسي، تعليم ما بعد الابتدائي خصو يدخل حتى هو الإعدادي والثانوي، التكوين المهني والجامعة أيضا. تنعتذر إن كنت قد أطلت، وشكرا على حسن انتباهكم. شكرا للأستاذ فؤاد شفيقي على مداخلته القيمة، والتي قدم لنا من خلالها الإطار المنهجي والوثائق المنتجة من طرف المديرية والتي تهم كل الفاعلين، وأكد على أن أهمية هذه الوثائق تبقى رهينة بتكوين المكونين بالمراكز، وأن تحقيق تربية أو مدرسة دامجة رهين بخمس مداخل كبرى، هي تعدد طرق العرض والتدريس، طرق التعبير، طرق المشاركة، مراعاة التنوع الثقافي والمساواة بين الجنسين. شكرا مرة أخرى للأستاذ فؤاد شفيقي. بما أن الوقت يداهمنا سنترك يعني مناقشة هذا العرض للجلسة العلمية الأولى، وختاما نتمنى لإشغال هذه الندوة التوفيق والنجاح، ونترك للسيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والسيد رئيس اللجنة الجهوية للتربية والتكوين تقدير التزاماتهم، عفوا اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، فرصة تقدير التزاماتهم المهنية والإدارية، وبالتالي يمكنهم مواصلة يعني أشغال هذا اليوم معنا، أو يمكنهم يعني التفرغ لمهامهم الإدارية والمهنية، خصوصا أننا على أبواب امتحانات البكالوريا بالنسبة للسيد مدير الأكاديمية. شكرا، ستتاح لنا الفرصة لتتبع أشغال الندوة عن بعد، وفي نفس الوقت كل المداخلات هي مسجلة
إذا أجدد اعتذاري لأنني مرتبط بامتحانات البكالوريا التي تنطلق غدا، بالتوفيق وسأكون حاضرا معكم إن شاء الله عن قرب. شكرا أستاذ. إذا نختم أشغال هذه الندوة الافتتاحية ونترك المجال للجلسة العلمية الأولى، ونادي على أستاذ سيد عجان لتسير هذه الجلسة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة المشاركين والحاضرين والمتابعين على الشبكة العنكبوتية لندوة التربية الدامجة رهان الجودة، تحية مباركة طيبة في هذه الندوة الكريمة الوطنية، وتحية خاصة للذين تحملوا وعثاء السفر للمشاركة في هذه الندوة التي يشرف المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين جهة بني ملال خنيفرة بتنسيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة، يشرف بتنظيمها طبعا، وهي مناسبة لنحيي هاتين المؤسستين التربويتين التكوينيتين المحترمتين بجهتنا. حضرات السيدات والسادة الكرام، بعد جلسة الافتتاح بكلماتها القيمة نصرف وجه الحديث إلى الجلسة العلمية الأولى، التربية الدامجة أية مقاربة علمية، مع ثلة طبعا من ذوي الخبرة في هذا الموضوع الذي يقع في صلب الاهتمامات الدولية والوطنية والجهوية طبعا. أكيد إذا كان من المعروف أن ثمة مساحات واسعة لا زالت في طي العوالم المجهولة في هذا الموضوع، فإن الاقتراب من حصيلة البحث التربوي العلمي الرصين الدائر في فلك هذا الموضوع أكيد سيساعدنا على الاستشراف والاكتشاف بما يساعد على تحسين شروط التربية للجميع والمضي إلى تحقيق الحق الكامل والإنصاف الكامل في التمدرس لكل الأطفال واليافعين الموجودين في وضعية صعبة أو تهميش أو هشاشة. من الأكيد هذا ترقب أن تكون أشغال هذه الجلسة العلمية أن تكون منطوية على خبرة بموضوعها وعناوينها
ومحاورها المقترحة في أفق البحث والحفر في هذا الموضوع بعمق تشخيصاً وتفعيلاً فيما بعد، وتجويداً وتحكيماً للمقاربة العلمية. لهذا الغرض حتى لا أطيل أعطي الكلمة أولاً للسيدة الأستاذة الفاضلة لمياء محسن من جامعة القاضي عياض بمراكش في موضوع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة وإشكال الاستمرارية البيداغوجية خلال الأزمات. للإشارة الأستاذة الفاضلة لمياء محسن هي أستاذة التعليم العالي بجامعة القاضي عياض بمراكش الحمراء، رئيسة مصلحة المراكز البيداغوجية للأطفال في وضعية خاصة سابقاً، ومهتمة ومشتغلة في مجال الإعاقة منذ سنة 90 و2000. أعطي الكلمة للأستاذة الفاضلة فلتتفضل، مشكورة في حدود 15 دقيقة. شكرا جزيلا سيد رئيس الجلسة. أوجه شكري للسيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال، السيد مدير مركز مهن التربية والتكوين بجهة بني ملال، واللجنة المنظمة لهذه الندوة العلمية التي من عنوانها تشمل مفردتين أو مفهومين أساسيين، نتحدث عن الدمج ونتحدث عن الجودة. بالتالي وأنا أتابع مع الزملاء المشتغلين على الندوة سيرورة تنظيم ندوة، لا يسعني إلا التنويه بالمجهود الذي قامت به اللجنة المنظمة، خصوصا أن الندوة ليست عبارة عن دردشات ولكن هي عبارة عن تقديم لأبحاث لمقالات علمية، وبالتالي مقاربة الاستراتيجية الوطنية للدمج بصيغة أخرى، بصيغة يكون فيها للمنهاج العلمي كلمته الأساسية. العنوان مداخلتي سيكون تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة وإشكالية الاستمرارية البيداغوجية خلال الأزمات، لكن قبل التطرق لمسألة الاستمرارية البيداغوجية خلال الأزمات لا يمكن المرور دون التوقف على مسألة الدمج، لأن عندما نتحدث عن الدمج لا يمكن نتحدث عنه باعتباره استمرارية أو هو تطور لاستراتيجية الإدماج. عندما نقول أن المغرب مر من بيداغوجيا الإدماج إلى بيداغوجيا الدمج، أو من مقاربة الإدماج المدرسي إلى مقاربة الدمج المدرسي، فنحن لا نتحدث عن سيرورة، لا نتحدث عن تطور لمفهوم، بل نتحدث عن نوع من الانتقال، يمكن أن نقول راديكالي، من مقاربة المعتمدة على الانتغراسيون الدمج. كما قال الأستاذ شفيقي، ترجمة باللغة العربية تحيل إلى مجموعة من الضبابية بين المفهومين، فانتقلنا من مقاربة الإدماج الانتغراسيون، واللي هي مقاربة كتعتمد بصفة كبيرة على المنظور الطبي للإعاقة وتصنيف الأطفال من عادي إلى غير عادي، إلى منظور آخر اللي هو منظور الدمج، بمعنى أن انتقلنا من المقاربة الطبية إلى المقاربة التفاعلية، وبالأخص مقاربة ديال سيرورة إنتاج الإعاقة PPH، اللي كتعتبر أن الإعاقة هي وضعية، واللي كتعتبر أن الدور ديال الدمج ماشي هو دور الشخص اللي خصو يبدل القدرات ديالو، ولكن هو الدور ديال البيئة اللي كينتمي لها اللي خصها تستقبل وتكون قادرة على استقباله. يعني كان مروا من واحد المقاربة اللي عندها واحد المنظور بياجاوي محض، أن المؤسسة أو للبيئة العامة دورها ينحصر في لاسيميلياسيون الاستيعاب، هي تستوعب الأطفال في وضعية إعاقة، وعلى الأطفال في وضعية إعاقة أن يقوموا بدور لاكوموداسيون المواءمة، هما اللي خصهم يطوروا من القدرات ديالهم، وهما اللي خصهم يبدلوا من القدرات ديالهم باش تقدر توائم المؤسسه المدرسيه او البيئه الاقتصاديه والاجتماعيه اللي كاينين فيها. مرينا لواحد المنظور اخر اللي هو في نوع من القطيعه من الناحيه المفاهيميه، اللي كيقول لنا
لا، المدرسة خصها تدير الاستيعاب وتدير المواءمة، يعني خص المدرسة أنها هي تدير لاسيميلاسيون إي لاكوموداسيون، تستوعب هذوك الأطفال ولكن دون قيد أو شرط يطبق على 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 الأطفال في وضعية إعاقة. المؤسسة التعليمية هي التي يجب أن تغير من مناهجها، تغير من بيئة أو من 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 آليات الاستقبال، تغير من أطرها المكونة، تغير من مناهجها ومن عدتها الديداكتيكية لكي تستطيع استقبال الأشخاص في وضعية إعاقة. بالتالي فحتى نستطيع أظن السير بشكل إيجابي في الاستراتيجية الوطنية للتربية الدامجة، يجب أن نستحضر بشكل واقعي هذه القطيعة التي من ناحية المفاهيمية هي موجودة، ولكن من ناحية الممارسات ما زلنا نجد إرهاصاتها. ولعل القراءة الأولية للورقة المؤطرة للتربية الدامجة نجد أن أطفال في وضعية إعاقة تقابلها أطفال عاديين. بالتالي فمن ناحية المنهجية ومن ناحية المفاهيمية راه درنا القطيعة، ولكن من ناحية العملية ما زلنا في إطار المقارنة، في إطار ما هو عادي وما هو غير عادي، مع العلم أن مقاربة الدمج هي مقاربة التي جاءت بتوسيع حدود ما هو عادي وما هو غير عادي. لم نعد نتحدث عن العادي والغير العادي، ولكن نتحدث عن أطفال يجب أن يتمدرسوا، وأشخاص في وضعية إعاقة يجب أن يجدوا، يكون لهم الحق ولهم الحق في أن يجدوا مكانا داخل جميع المؤسسات التعليمية، ونتجاوزه إلى داخل جميع الاستراتيجيات وداخل جميع المؤسسات في 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 المنظومة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. بالتالي الورقة المؤطرة نجد 6 مرات تم الإشارة إلى أطفال عاديين، القول أنه طفل عادي، بالتالي يحيل أن الطفل الآخر هو طفل غير عادي، وعليه أن يبذل مجهود أكثر ليصبح قادر على ولوج المدرسة. أعتقد أن من ناحية النفسية استدماج هذه المصطلحات، أن نجد أنفسنا لازلنا نتحدث عن عادي وغير العادي، نتحدث عن طفل مريض وطفل غير مريض، فبالتالي هناك نوع من الدبدبة المفاهيمية. نتحدث عن الدمج بكل أطره النظرية، ولكن يمكن لانزلاق بعض المفاهيم التي تنتمي لمقاربات قرر المغرب من خلال تبني المقاربة مقاربة الدمج القطيعة معها. احنا قررنا أننا لن نعد نتكلم عن إدماج، لن نعد نتكلم عن طفل عادي وغير عادي، لن نعد نتكلم عن 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 مدرسة تمارس الإقصاء ليس بشكل حتى لا ندين المدرسة المغربية، لا نقول أن المدرسة المغربية تمارس الإقصاء بشكل فولونتير يعني برغبة منها، ولكن نظرا لقصور آليات الاستقبال أننا لم نفكر يوما أن الأطفال في وضعية إعاقة يجب أن يجدوا له مكانا داخل المؤسسة التعليمية. وبالتالي كان لابد قبل المرور لمرحلة الأزمة أن نتحدث أن أشير لهذه النقطة الأساسية. مسألة أخرى أو ملاحظة أخرى هي اللي متعلقة بالجودة. أعتقد أننا لا يمكن أن نتحدث عن جودة في التربية الدامجة دون الحديث عن الجودة في منظومة التربية والتكوين بالمغرب. هي سيرورة لا يمكن أن تتم بشكل متوازي أو بشكل متقاطع. يجب تجويد منظومة التربية والتكوين لكي تستطيع استقبال منظومة تربية دامجة جيدة. لا يمكن أن نتحدث عن دمج طفل في وضعية إعاقة داخل قسم يعاني من الاكتضاد مثلا، لا يمكن أن نتحدث عن دمج طفل وتعديل البرامج التربوية ونحن لازلنا نجد بشكل بسيط وهو مثال بسيط تصور أو التمثل الذي رائج حول الأشخاص في وضعية إعاقة أن الشخص السليم السعيد المتوازن هو الشخص الذي ليس لديه إعاقة. وبمناهجنا الدراسية إذا لاحظنا كريم يلعب، مريم تلعب، الأسرة السعيدة، الطفل السعيد، الطفل المتمدرس هو طفل ليس لديه إعاقة.
دونك بالتالي تغيير لكي تستطيع المدرسه لكي نستطيع الحديث عن تربيه دامجه جيده لابد ان نتحدث بالتوازي ان يتم بالتوازي العمل على في نوع من الالتقائيه ما بين التربيه الدامجه الجيده والمدرسه او المنظومه التربويه الجيده دونك حتى تستطيع استقبال. واعتقد ان في مجال ما تحدث عنه الاستاذ شفيقي يحيل الى 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 شهاده الايزو 21001 اللي هي شهاده اللي فيما يخص شهاده الجوده في مجال التدبير ومجال الخدمات التربويه التي تتحدث عن مجموعه من 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 لي زاوتبوت من لي زينبوت من المدخلات منها المؤسسه التربويه كمجال فيزيكي يعني كمجال كمؤسسة المؤسسة التربوية كأطر المؤسسة التربوية كمنهاج والمؤسسة التربوية كطلبة وتمتد إلى مؤسسة التربوية في علاقتها مع الأسرة ومع الجمعيات العاملة في الإعاقة. شهادة الإيزو 21000 كتهضر لنا أيضا عن ما يسمى مقاربة الأزمة. لا يمكن أن نتحدث عن مقاربة جيدة دون أن نجد في تلك المقاربة ما يشير لكيفية تدبير الأزمة في حالة تواجدها، والأزمة هنا بمعناها العام ليست فقط الأزمات أو الأوبئة ولكن هي تلك المناطق الظل المتواجدة في أي استراتيجية يتم التحدث عنها. وهنا من بعض مناطق الظل التي يمكن أنها صحبت الحديث عن التربية الدامجة وهي قاعة الموارد. التخوف الكبير هو أن يتم اختزال الاستراتيجية الوطنية للتربية الدامجة في قاعة الموارد، لأن الكل يتحدث عن قاعة الموارد والتي هي بالأساس أقسام الدمج المدرسي التي تم تغيير في 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 كخطوة أولى الاسم المرور من قاعة الدمج من قسم الإدماج إلى قاعة الموارد. وهذه قاعة الموارد يتم تسييرها بشكل متوازي ما بين المؤسسة المدرسية وما بين الجمعيات، ما يحيلنا على ما هو دور الجمعيات في هذه الصيرورة، لأن أعتقد أن الجمعيات وشيء اللي بان من خلال أغلب الاستراتيجيات الحاضرة أن الجمعيات يجب الاعتماد عليها كشريك ليس لتسيير أقسام الدمج أو ليس لتسيير قاعة الموارد، بل الجمعيات يجب الاعتماد عليها كآلية للترافع من أجل تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتربية الدامجة، كقوة اقتراحية أمام الهيئة التشريعية أمام وزارة المالية أمام مؤسسات أخرى لتمكين الاستراتيجية الوطنية للتمكن من إجراءات الاستراتيجية الوطنية للتربية الدامجة، لأن لا زلنا نتحدث عن جمعيات ستقوم بتوفير الأطر. وهنا التخوف الحاصل وكما قلت هو أننا نجد أنفسنا من الناحية المفاهيمية في قطيعة، ولكن من الناحية الفعلية ما زلنا في استمرار الممارسات شراكات مع الجمعية لكي تقوم الجمعية بما هو شبه طبي وطبي. دونك أول شيء اهتمينا به ما هو طبي وشبه طبي، وأن أستاذ مشرف سيتم يقوم بالإشراف على القاعة على قاعة الموارد مع كل ما لهذا الإشراف ما يحيط هذا الإشراف من علامات استفهام. هل إشراف الأستاذ المشرف على قاعة الموارد سينحصر في الإشراف الإداري؟ شحال الأطفال اللي كيستافدوا، أشنا هما المناهج اللي كيستافدوا منها، أشنا هي الخدمات اللي كيستافدوا منها، ولا إشراف أيضا تقني وبيداغوجي؟ وبالتالي هل الأستاذ المشرف لديه من 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 المعرفة والتكوين ما يؤهله لتقييم أداء الفريق الطبي وشبه الطبي، أو أننا سنكون في إطار ممارستين، ممارسة القسم المدمج وممارسة قاعة الموارد دون الحديث عن نوع من الالتقائية بين هاتين الممارستين. الملاحظة الثانية أو النقطة الثانية التي تجدر إشارة إليها فيما يتعلق بتدبير الأزمات، افتراضا أننا أمام أزمة لا قدر الله أخرى، كيف يمكن تدبير تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، خصوصا وكلنا نعلم أو عايشنا الوضع الذي عاشه الأطفال في وضعية إعاقة خلال أزمة كوفيد. للأسف ليست هناك معطيات رسمية
لم نتمكن من الحصول على معطيات رسمية لأن لسبب بسيط لم يتم إدراج بعد الإعاقة في الاستراتيجيات التي صاحبت تسير الأزمة. هناك دراستين فقط اللتان همتا الأشخاص في وضعية إعاقة وهي دراسة أنديكاب انترناسيونال والدراسة اللي قامت بها جمعية الحمامة البيضاء بشراكة مع اليوسايدي واللي خرجت لنا واحد المعطيات خطيرة جدا في أرقام في أرقام في أرقام بسيطة 13% فقط من 1007 ديال الأشخاص في وضعية إعاقة شاركوا في هذه الدراسة. 13% فقط من هاد 1007 استطاعوا أنهم يسيروا عن بعد، يعني أنهم يستفدوا من تمدرس عن بعد ليس عن طريق الأساتذة أو عن طريق مكونين المدرسة ولكن عن طريق أطر جمعيات. دونك هذا معطى اللي هو مهم وأساسي وخصنا ندخلوه في استراتيجية أجراءات التربية الدامجة. عندنا من هذا واحد النوع جديد من الهدر المدرسي. كنا كنهضروا على الهدر المدرسي ديال الأشخاص في وضعية إعاقة وديال الأطفال الذين ليسوا في وضعية إعاقة. الآن كنهضروا على واحد النوع جديد من الهدر المدرسي. عدد الأطفال الذين استفادوا أو الذين كانوا يسيروا تعليمهم داخل المؤسسات المدرسية قبل أزمة كوفيد خلال الحجر الصحي وبعد الحجر الصحي، حيث عرف العدد الانتقال من 23.25 قبل الحجر الصحي ل 15.34 خلال الحجر الصحي و 18.4 خلال ما بعد الحجر الصحي، يعني تقريبا 3% ديال الأطفال اللي من واحد النسبة اللي هي أصلا قليلة ما بقيناش عرفناهم فين مشاو من بعد الحجر الصحي. الجمعيات ديالهم ما عرفاتش فين مشاو، المؤسسة التعليمية غير قادرة على 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 الحصول على المعلومة، وبالتالي كانت واحد النقطة يمكن القول أن النقطة السوداء الوحيدة في اللي كانت ظاهرة في تدبير المؤسسات وفي تدبير المغرب لأزمة كوفيد. الأشخاص في وضعية إعاقة كانوا غير مرئيين حتى على مستوى الوزارة، حتى على مستوى الدروس عن بعد، حتى على مستوى الدروس على القناة الرابعة وعلى القناة العيون. لم يتم إدراج دروس خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة إلا بعد واحد الترافع واحد المذكرات اللي رسلوها الجمعيات ديال الأشخاص في وضعية إعاقة. وبالتالي كنظن لابد من وهنا كنظن أن دورنا كمشتغلين في المجال بشكل تفاعلي ليس فقط الحديث عن إيجابيات الاستراتيجية الوطنية للتربية الدامجة، لأن هي خطوة شجاعة جدا. التفكير في القطيعة مع الإدماج والمرور للدمج هي فكرة شجاعة جدا، لكن أعتقد أن تفعيل هذه الفكرة يجب أن يوازيه تفكير للمشتغلين في الميدان بشكل نقدي. ما هي الأشياء أو مكامن الظل في هذه الاستراتيجية حتى نتجاوزها؟ ومسألة أخرى، أعتقد أن لا يمكن الاستراتيجية أن تنجح إذا لم يكن بجانبها ميزانية. ما هي الميزانية المرصودة للاستراتيجية الوطنية للتربية الدامجة؟ وشكرا، أعتذر عن الإطالة. شكرا جزيلا للأستاذة الفاضلة لمياء محسن على مداخلتها القيمة التي قدمت في الحقيقة محاور كبرى تحتاج تفصيلا، ولعل الورقة التي سنطلع عليها فيما بعد تيسير النشر ستفي ببعض هذه التفاصيل. إذا الأستاذة الفاضلة ركزت على ضرورة تبني المقاربة التفاعلية، حذرت من بعض المفاهيم ونحن نتحدث في الموضوع التي تكرس البقاء في ما قبل الحديث عن الأفق الذي ننتظره من مدرسة دامجة. أيضا حددت بعض المعايير أو بعض الأرضيات الأساسية لتربية دامجة ناجحة، من ضمنها تجويد المنظومة التربوية ككل، لأن كما يقال إن العصا من العصية، وهذا مثل عربي يضرب في مجيء الجزء من الكل. أيضا ركزت على تدبير الأزمة وحذرت وتحذيرها يعني في الصميم من اختزال التربية الدامجة في قاعة الموارد. أيضا فتحت على
المجتمع المدني بخصوص دور الجمعيات في الموضوع، المتحدث عن الأزمات في زماننا باحثاً أو كائناً من كان في الحقيقة، لا يمر إلا وسيسقط حديثه في حديقة بين مزدوجتين كورونا. أيضاً كان لحديث الأستاذة الكريمة حديث في هذا الموضوع، وبالتالي فالكورونا في الحقيقة لم تبطئ الفعاليات السارية في التربية الدامجة حاليا، بل بطأت من في الحقيقة من تنزيل البرنامج الوطني الدامج. ولكن يبقى السؤال العريض، إلى أي حد ده سؤال نطرحه على الفاعل وعلى المدبر وعلى المشرع، إلى أي حد شكلت إجراءاتنا في هذا الزمن الكوروني، نرجو أن يكون عابرا ضمانا لتربية دامجة في الأفق الذي ننتظر. نشكر الأستاذة الفاضلة مجددا. ننتقل بعد هذه الورقة العلمية الأولى إلى الورقة الثانية، وهي بعنوان المقاربة المفاهيمية والتربوية للتربية الدامجة، وهي للأستاذة الفاضلة رشيدة أكوجيل، وهي أستاذة مؤهلة بالمدرسة العليا للأساتذة بفاس ومنسقة الإجازة المهنية في التربية الخاصة. الأستاذة هي معنا عن بعد، نعطيها الكلمة في حدود 15 دقيقة فلتتفضل مشكورة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رجاء الأستاذة الفاضلة أقاطع حديثك، هناك لجنة التقنية تطلب توضيب الكاميرا حتى يكون إطار الصورة واضحا. و لا ما زال الأستاذة الكريمة ما زال، لأنني أشتغل بالهاتف ربما ستكون هناك صعوبة. نعم زين الآن. لا حاول مرة أخرى من فضلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيدة بتواجدي معكم اليوم. شكرا جزيلا للجنة المنظمة، لجميع المتدخلين. تحية تربوية. سأسهل مداخلتي بما قاله ألبير كامو في كتابه لوم ريفولتي، بأن مال نومي لي شوز سي أجوتي أو مالور دو موند. لذا يتوجب علينا قبل أن نخوض غمار أي بحث أو أي موضوع أن نقاربه مفاهيميا بتحديث مصطلحاته وكلماته المفتاحية بدقة، ونحيط بتفرعاته حتى نوفي كل مفهوم حقه، ونضع موضوعه الصحيح أثناء استعماله حتى لا نضيف المعاناة إلى العالم حسب قولة كامو، وخاصة وأننا اليوم نحتفل بمرور سنتين من إرساء الإطار المرجعي للتربية الدامجة. في مداخلتي سأعمل على تحديد مفهوم الدمج والتربية الدامجة، ثم أتناول الحديث عن التربية الدامجة من المنظور التربوي، وبعده مبررات الدمج الأطفال في وضعية إعاقة، ثم حاجات المتعلمين ورغبتهم في إطار التربية الدامجة، وأعرج بالحديث بطبيعة الحال على البيداغوجيا الفريقية والمشروع الفردي، وفي الأخير سأتناول تنظيم الدراسة عبر أسلاك التعليم في إطار التربية الدامجة. الكل يعلم أن استخدام مصطلح الدمج لغويا يكون للدلالة على التناسق بين الأجزاء لتكون كلا واحدا متكاملا، وفي النظم التربوية تعبر عن الدمج النظم المنفردة إلى نظم أكثر تكاملا للأفراد الذين سبق تقديم نظم أو خدمات منفصلة لهم، سواء كان بسبب الجنس أو اللون أو الأصل العرقي أو عوامل أخرى. في ميدان التربية الخاصة كان مصطلح الدمج يشير بشكل عام إلى تكامل الأنشطة الاجتماعية والتعليمية لجميع الأطفال في وضعية إعاقة في إطار البرامج التعليمية المادية جنبا إلى جنب مع زملائهم الذين يتمتعون بقدرات عادية. وهنا أريد أن أشير ولأسطر بالخط الأحمر أن الدمج هو أحد برامج التربية الخاصة، لأن بمجرد إرساء الإطار المرجعي للتربية الخاصة اعتقد البعض أننا سيتم مسح ولنسيان التربية الخاصة،
وما التربية الدامجة إلا ما الدمج إلا جزء من البرامج التربية الخاصة. الآن سأنتقل إلى كيف يمكننا أن نعرف التربية الدامجة. الكل يعرف أن التربية الدامجة عرفتها منظمة إعاقة الدولية كما ورد في الإطار المرجعي بأنها تشير إلى نظام تربوي يأخذ بعين الاعتبار في مجال التعليم والتعلم الاحتياجات الخاصة لكل الأطفال واليافعين الموجودين في وضعية هشاشة وتهميش بمن فيهم الأطفال في وضعية إعاقة. إذن هي تستهدف إزاحة التهميش عن الجميع وتحسين شروط التربية للجميع، وهنا أشاطر رأي زميلتي في مداخلتها السابقة. الآن سأنتقل إلى مفهوم التربية الدامجة من المنظور التربوي. إن مدرسة ذات مشروع دامج هي مدرسة كل أقسامها منفتحة على استقبال أطفال ذوي الإعاقة، وليست مؤسسة تجمع الأطفال في وضعية إعاقة ضمن قسم واحد يكون هاجسه الأساسي هو حراستهم أو في أحسن الأحوال محاولة إكسابهم تعلمات بسيطة قد لا تساعد على تطوير إمكاناتهم الغير الموظفة. إن مشروع المؤسسة الدامجة هو مشروع يعتمد على 4 محددات. أول محدد مبدئي اللي هو يتجلى في الإيمان بأن لكل طفل مكانه ضمن المؤسسة مع باقي زملائه الآخرين كيفما كانت حاجاته وإمكانياته. ما محدد تقني يركز على توفير الإمكانيات المادية والتقنية الكفيلة بمساعدة كل متعلم أو متعلمة على التعلم وفقا لما تؤهله إمكانياته لذلك. ثم محدد تكنولوجي تكويني أستسمح ويتعلق بمختلف التكوينات حول التربية الدامجة وطبيعتها التي يمكن أن تقدم للمدرسين والإداريين والآباء وجمعياتهم وبطبيعة الحال ومختلف المتدخلين في إطار فضاء التأهيل والدعم سيكوبيداغوجي. ثم محدد بيداغوجي ويبرز من خلال وضع هندسة دامجة للأطفال في وضعية إعاقة، وذلك عن طريق صياغة مشاريع أقسام بيداغوجيا تتضمن مشاريع فردية تحدد فيها الكفاية المتوخاة بالنسبة لهؤلاء الأطفال وكيفية تكثيف المضامين المقدمة للقسم بالنسبة لهم وطريقة تقويمهم التي تأخذ بعين الاعتبار وتيرتهم في التعلم في الإنجاز. وهنا أريد أن أفتح قوس، طلبتنا في هذه السنة هم طلبة الإجازة المهنية تخصص في التربية الخاصة تخصص إعاقة ذهنية في السنة الثالثة. الآن كان لديهم فرصة للتدريب في مؤسسات دامجة يعني أقسام فيها بعض الأطفال في وضعية إعاقة. ما لاحظوه أن تكييف الامتحانات المراقبة المستمرة غير متوفر نهائيا، الأساتذة لم يعرفوا كيف يتم تكييف المراقبة المستمرة، لهذا بطبيعة الحال ستكون نتائج المتعلمين في وضعية إعاقة متدنية. وهنا بطبيعة الحال سنرجع إلى ما كنا قد نسيناه هو الهدر المدرسي لهذه الفئة بالدرجة الأولى. سأعرج على مبررات دمج الأطفال في وضعية إعاقة. بطبيعة الحال أن ظهور فكرة الدمج بالوسط المدرسي كان نتيجة لعدة من المبررات، سأقتصر على بعض منها فقط. هو التغيير الواضح في الاتجاهات الاجتماعية نحو الأطفال في وضعية إعاقة من السلبية إلى الإيجابية، ثم تزايد عدد الأطفال المعاقين في بعض المجتمعات وخاصة في الدول النامية مع قلة عدد المراكز والمؤسسات الخاصة لرعايتهم، مما يعني أن الدمج بأشكاله قد يكون أحد الحلول لهؤلاء الأطفال في وضعية إعاقة. الآن ما هي حاجات هذا المتعلم ورغباته في إطار التربية الدامجة؟ ما الجديد التي ولا ما هي المكتسبات التي ستقدمها التربية الدامجة لهذا المتعلم؟ عملت التربية الدامجة ضمن تصوراتها الكبرى على استهداف المتعلم في وضعية إعاقة عبر وضعه ضمن محور كل عمليات تعلمية التعليمية والوضعيات التربوية، فالاهتمام بحاجاته ورغباته هو اعتراف ضمني وصريح بضرورة تموقع المدرسة ضمن عمق المشروع المجتمعي الهادف إلى تحقيق الإنصاف في حق هذه الفئة المجتمعية. إذن فبروز هذا الاهتمام مع التربية الدامجة لا ينفي في حقيقة الأمر حضوره ضمن أنماط التربية التي اهتمت بهذه الفئة، يعني أن أحيل هنا إلى التربية الخاصة والتربية الإدماجية، لكن لم يتعد اهتمام مستوى التمركز على إشباع الحاجيات النفسية في بعدها السلوكي والتي تتحدد في مدى إنتاج المتعلمين لاستجابات شرطية قائمة على تخزين المعارف واسترجاعها، بحيث تربعت هنا المقاربة السلوكية على عرش النظريات التي استندت عليها بيداغوجية الأهداف القائمة على صنفة بلوم للأهداف.
أما في مجال نظريات التعلم فقد كانت البياجوية تنفرد بقيادة هذه النظريات من خلال اعتبارها أن التعلم محكوم بسيرورة للنمو، وأن سيرورة التعلم هي تابعة أساسا للنمو الذي يتحقق عبر مراحل نمائية متسلسلة، إذ لا يمكن للطفل أن يتعلم أي شيء إلا إذا تحقق النمو والنضج، دون أخذها بعين الاعتبار لمبادئ الفوارق الفردية ولنسبية مفهوم التعلم الذي تحكمه عوامل ومتغيرات متحددة. وقد رهنت التربية الدامجة على تبني عدة مفاهيمية خاصة تأخذ بعين الاعتبار مقومات سيكواجتماعية وتقف على تشخيص مظاهر الصعوبات والعجز. ومن بين المفاهيم الجوهرية التي استأثرت باهتمام التربية الدامجة نجد منها اهتمامها بحاجيات المتعلم في وضعية إعاقة ورغباته، والتي يمكن استعراضها على مجموعة المستويات: المستوى التكيفي الجسدي، المستوى الاجتماعي، المستوى النفسي، ثم المستوى الحقوقي. وهنا سأعرج إلى أهمية البيداغوجيا الفارقية في إطار التربية الدامجة. يستند هذا التصور التربوي الذي تبناه المغرب استنادا على تأسيس مشروع التربية الدامجة على قاعدة استهداف المتعلم في وضعية إعاقة وجعله محورا لكل العناصر الفاعلة في المنظومة والتي تم استنفارها خدمة له في مختلف المستويات، إلا أن تحقيق هذا الرهان تطلب تغييرا جذريا في المقاربات البيداغوجية المعتمدة، بحيث تبرز الحاجة لضرورة الاعتماد على البيداغوجيا الفارقية اعتبارا لعامل التفاوت بين أنواع الإعاقات وخصوصيتها وتمضوراتها في من جهة، وبين طبيعة الحاجات الداعمة وحاجات المتعلم المتعلقة بكل إعاقة كيفما كانت. إضافة إلى أنه في خدم كل نوع معين من الإعاقة توجد تمايزات واضحة بين مظاهرها وطرق التعامل معها، فمثلا نجد الإعاقة الذهنية تطرح وضعيات عديدة للتأخر الذهني حاد متوسط خفيف قابل للتعلم غير قابل للتعلم، مما يفسر عدم إمكانية المراهنة على وضع حدود مشتركة للتشابه أو المقاربة بين الطفلين في وضعية إعاقة متمدرسين بقسم التربية الدامجة ولو كانت تحكمهم نفس الإعاقة. فعلى أساس عدم إمكانية بناء وضعيات ومهام تعليمية على قاعدة التشابه، يبدو أن خيار تفعيل هذه البيداغوجيا يبقى مسألة ضرورية، لأنها هي القادرة على تمثيل الخصوصيات الفردية المتميزة لكل طفل في وضعية الإعاقة، بحيث تتجلى أهمية هذه البيداغوجيا الفارقية في المساهمة في تفعيل بيداغوجيا فعالة لا تنظر للمتعلم في وضعية إعاقة من زاوية العجز والقصور، وإنما بالمقابل تتيح له فرصة التعبير عن قدراته ومهاراته. التشخيص الدقيق لحاجيات التعلم، لن أعطي الأمثلة لأن الوقت لن يسمح، ضبط أنواع التعلمات الداعمة أستسمح التي تبرز حاجات الطفل لها من أجل اكتساب باقي التعلمات. سأنتقل إلى مشروع البيداغوجي الفردي كمفهوم في المقاربة التربوية للتربية الدامجة. يعد هذا المشروع البيداغوجي الفردي من المداخل الكبرى التي تبنتها التربية الدامجة ضمن تصوراتها المركزية لعملية تجويد الممارسات التربوية داخل الفصل الدراسي الدامج. فهو مشروع يستهدف بالدرجة الأولى الوقوف على شخصية المتعلم في وضعية إعاقة عبر رصد مختلف السمات المميزة لشخصيته على المستوى السيكوحركي والانفعالي والوجداني، وبالتالي الوقوف على إمكانياته وتشخيص طبيعة ونوعية الصعوبات التي تعترضه أثناء عملية التكييف المدرسي. ومن جهة أخرى يعتبر هذا المشروع عملية ناجعة وفاعلة لوضع خطة مدروسة بشكل جماعي من قبل مختلف الفاعلين، يعني الأطر التربوية، أطر الدعم النفسي والاجتماعي، وأطر التدخل الطبي والشبه الطبي. ويقوم الهندسة المنهاجية لهذا المشروع الطبي استسمح المشروع الفردي على تعلمات الأساس التعلمات الداعمة. وهنا سأنتقل إلى تنظيم الدراسة عبر أسلاك التعلم في إطار التربية الدامجة. يبدو أن تنظيم الدراسة عبر الأسلاك التعليمية في إطار التربية الدامجة مجرد إجراء تقني يهدف فقط لتنظيم مراحل التمدرس وتيسير عملية الانتقال بين المراحل الأساسية، وذلك عبر افتراض أساسي ينبني على أن عملية الانتقال من سيكل إلى آخر تتم بعدما يكون المتعلم قد اكتسب مجموعة من المعارف، حيث يستند هذا الاختيار على أساس تصور يجعل من كل مادة مدرسية تسبح في مجالها المعرفي والمنهجي دون الأخذ بعين الاعتبار الطابع التكاملي الذي يميز طبيعة المعرفية، مما جعلنا أمام حتمية استهداف أهداف إجرائية تقوم في موقف
في عمقها على تصور سيكولوجي سلوكي محض يجعل من المتعلم مجرد وعاء لتخزين المعارف بمقابل استرجاعها في عملية التقويم. وفي هذا الصدد كنا أمام نوع من الهيمنة للبراديغم معين بلغة ويبر، وهذه الهيمنة جعلتنا أمام ضرورة الخضوع لمرجعية سلوكية واحدة دون أن تنهل من باقي المرجعيات النظرية ومن مختلف الحقول المعرفية. ومام هذا الوعي تبنت التربية الدمجة مفاهيم واستراتيجيات عمل تقوم في عمقها على الطابع التكاملي القائم على مبدأ التدرج في التعلم والاكتساب. وهكذا يبدو أن اختيار العمل بالأسلاك التعليمية في سياق التربية الدمجة هو اختيار استراتيجي يروم اكتساب المتعلمين لمجموعة من الكفايات والمهارات الحياتية في نهاية كل سلك، مما يمكنهم من تجاوز مختلف مظاهر الإعاقة، بحيث يكون الانتقال من سلك لآخر آلية لتشخيص مدى نجاعة المقاربات البيداغوجية المعتمدة ووسائل التدخل من جهة، ولتقويم مدى نمو وتطور المتعلم. وبطبيعة الحال هذا لن يتأتى دون تكوين مستمر للأساتذة الذين سيدرسون في الأقسام الدمجة. وبناء على كل متقدم وتحليلا لبعض المفاهيم المحورية التي تبنتها التربية الدمجة، يمكن أن نؤكد على أن هذه الأخيرة تبنت تصورات عميقة ذات توجهات إنسانية للرقي بوضعية المتعلمين في وضعية إعاقة، حيث إنها رهنت على تحقيق ثورة براديغماتية على مستوى المناهج قائمة على تبني مفاهيم خاصة للإصلاح تستهدف المتعلمين. وكان دابا سيولو بلي واش بيت في أدوار المدرسة ووضعها في الاجتماعية. وفي سياق هذه التطلعات الكبرى التي رهنت مستقبل الأشخاص في وضعية إعاقة بمدى قيام المدرسة بأدوارها التي لم يعد دورها مقتصرا على تعليم وتلقين المتعلمين لما هو تقني معرفي، بل أصبحت أداة مثلى لتحقيق اندماج هذه الفئة في الحياة الاجتماعية. وهنا سأحيل إلى البرنامج التنموي الذي قدم البارحة أمام أنظار صاحب الجلالة نصره الله، والذي يقوم على ثلاثة مبادئ: هو تأهيل وتدريب المدرسين، إعادة تنظيم المسار الدراسي ونظام التقييم لضمان نجاح كل متعلم، تجويد المحتويات المنهجية البيداغوجية لتعليم فعال ومحفز. وهنا أطرح سؤال: ما موقع التربية الدامجة في هذا المخطط التنموي الجديد؟ وشكرا جزيلا واستسمح عن الإطالة. شكرا جزيلا للأستاذة الفضيلة رشيدة أكوجيل، ونشكرها في الحقيقة على احترامها للوقت بدقة، مداخلة في الحقيقة قيمة، عرجت على مفهوم الدمج والتربية الدامجة يعني التأسيسين اللغوي والتربوي. أيضا في الحقيقة مداخلة غنية جدا، تحدثت في محور آخر عن مبررات التربية الدامجة وحاجات أيضا المتعلم في نطاق التربية الدامجة الإعاقة نموذجا، ثم خصصت حيزا للحديث عن بعض المقاربات الكفيلة بتدبير هذا الملف الدقيق والحساس جدا كالبيداغوجية الفارقية والمشروع البيداغوجي الفردي، دون أن تنسى الحديث عن التكوين المستمر للفاعل التربوي المنخرط في هذا الورش التربوي. على كل المداخلة وفي الحقيقة غنية، يمكن أن نعطيها يعني عنوانا لأنها توحي بقضايا كثيرة، من ضمنها إشكال التربية الدامجة أية مقاربة. في الحقيقة حاولت الأستاذة أن تجيب عن هذا الإشكال أو أن تقاربه. أيضا مداخلتها تحيل على البحث في المسلك المنهجي أو مسلك منهجي محدد يتعلق بمقاربة التربية الدامجة بالتربية ومقاربة التربية الدامجة من خلال مفرداتها ومفاهيمها. نشكر الأستاذة الفضيلة على مشاركتها القيمة في هذه الجلسة العلمية وفي الندوة عموما. ننتقل إلى ورقة أخرى، وتحديدا إلى الورقة الثالثة: التشخيص والتربية المعرفية مدخل لتجويد الممارسات التربوية الدامجة، مع الأستاذ الفاضل عن يميني أستاذ محمد ناصري، أخصائي نفساني عصبي ومعالج نفسي بالمستشفى الجامعي الرازي للطب النفسي بالرباط.
متخصص ومكون في اضطرابات النمو والتعلم، باحث بمختبر الدراسات النفسية والاجتماعية والثقافية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس العالمة، مدرس بالمعهد الخاص للمهن شبه الطبية بالرباط، نشر عددا من المقالات العلمية وشارك في ندوات علمية وطنية ودولية داخل وخارج بلدنا الكريم. نعطي الكلمة للسيد الناصري في حدود 15 دقيقة. مشكورا. شكرا جزيلا سيد المسير انتظار بعض الإجراءات التقنية. شكرا جزيلا سيد المسير. مداخلة جاهزة في صيغة باوربوينت، لذلك أردت أن أتقاسمها لكي تكون المداخل متعددة، مداخل سمعية وبصرية في نفس الوقت، لكن مع الأسف يعني كنت أظن أن الرابط متواجد حيث أجلس، لكن مشاكل تقنية. أتمنى أن يتم عرض العرض كما جهزته لكي تتحقق الاستفادة. يبقى نفس المشكل. إذن شكرا جزيلا بدوري أتقدم بالشكر الجزيل للهيئات المنظمة لهذا اليوم العلمي المتميز. مداخلتي ستتناول جانب التشخيص والتربية المعرفية كمدخل من مداخل تجويد الممارسة التربوية الدامجة، بما أننا نتحدث اليوم أو نسائل الجودة من حيث تنزيل برنامج التربية الدامجة. إذن فالأساسي هو أن مبدأ الاختلاف يعتبر سمة أساسية تميز الأفراد والجماعات، وهو بطبيعة الحال مبدأ له تطبيقات في المجال التعليمي كما في المجال التربوي. فالفروق الفردية التي تميز المتمدرسين تمثل مسلمة ينبغي أن تنطلق منها كل السياسات التعليمية إذا ما أرادت أن تحظى بمصداقية علمية وبفعالية من حيث التطبيق. وفي ذات إذن في ذات السياق لابد
أن نستحضر فئة واسعة من الأطفال المتمدرسين الذين يتحصلون على تشخيصات تؤكد أنهم حاملين أشكال مختلفة من الإعاقة، بعضها يكون ظاهرا وبعضها يكون خفيا. نتحدث عن الإعاقات الحركية، الإعاقات الحسية، كذلك التأخر أو الإعاقة الذهنية، ثم اضطراب طيف التوحد، وكذلك اضطرابات التعلم أو لتخوبل ديس. إذن فإذا كانت المرجعية الحقوقية يعني تقر أن لكل حق، لكل طفل الحق في التربية والتعليم، إلا أن التنزيل الأمثل لحق هؤلاء الأطفال في وضعية إعاقة في التربية والتعليم يعني لا بد، وبالتالي إقرار تربية وتعليم دامجين لا بد أن ينطلق كذلك إلى جانب توفير الظروف اللوجستيكية من التسلح بمرجعية علمية دقيقة تنبني على ما أسميته بالتشخيص الدقيق لمعيقات الاكتساب، أي ما يعيق هؤلاء الأطفال أو هؤلاء المتعلمون على تحقيق الاكتساب العادي، ثم يمكن أن نستثمر أدوات تشخيص سيكومعرفي في هذا الجانب، وأيضا كمدخل اعتماد تكييفات بيداغوجية وتطبيقات سيكوتربوية تدخلية، وهنا نتحدث عن ما يسمى ببرامج التربية المعرفية التي تستهدف تأهيل القدرات العاجزة التي تسند سيرورة اكتساب التعلمات، وهذا أعتبره مدخل من مداخل المساهمة في بناء ممارسة تعليمية دامجة. إذن سنسعى من خلال هذه المداخلة العلمية إلى التنصيص على فكرة مؤداها أن مسار تجويد الممارسات التربوية الدامجة قد ينطلق من الارتكاز على مبادئ التشخيص المعرفي والدياغنوستيك كونيتيف من خلال الرصد الدقيق لجوانب الفروقات ومكامن الخلل الحائل دون تحقيق اكتساب نمطي للتعلمات، نمطي أقصد به عادي بين قوسين، وكذلك من جانب آخر بناء برامج مبنينة للتربية المعرفية. من خلال هذه البرامج نعمل على تنمية القدرات المعرفية العاجزة، أي القدرات التي تستسند التعلم، لأن التعلم هو عملية اشتغال، هو عملية معالجة للمعلومات. إذن إذا كانت بخصوص نقطة التربية الدامجة ورهان التنزيل في السياق المغربي، لابد أن نقر بأن في إطار السعي لضمان حق الأشخاص في وضعية إعاقة في التربية والتعليم بالمغرب، تحققت يعني دينامية ملحوظة من خلال الاتفاقيات التي تم توقيعها والنصوص التنظيمية التي تم إصدارها والشراكات كذلك التي تم عقدها. لكن بالمقابل هذا التطور الملحوظ من حيث الذي نلمسه من حيث القوانين المهيكلة لتوجه التربية الدامجة لا يمكن كذلك إلا تثمينه كما قلت، لكن بالمقابل ونحن ما دمنا نسائل اليوم الجودة، يحق لنا أن نتساءل عن مدى تنزيل هذه القوانين على الأرض الواقع ومدى اتسامها بالجودة المطلوبة من حيث التنفيذ والفعالية المنتظرة من حيث النتائج. إنما يجب أن يفهم اليوم هو أن تناول التربية الدامجة من زاوية حقوقية تلح على ضرورة وراهنية دمج جميع الأطفال في وضعية إعاقة في الفصول الدراسية العادية، شأنهم شأن زملائهم من المتمدرسين، يظل في نظرنا الخاص تناولا غير ذي فعالية إن نحن لم ننتبه لضرورة تدعيمه بتصور يرمي في أسسه العامة إلى تكوين المدرسين وتزويدهم بتقنيات وأدوات تساعدهم من جهة على الفهم الجيد للمشكل الذي يواجهه كل متمدرس على حدة، وعلى ضوء ذلك يمكنهم من اقتراح تكييفات بيداغوجية متوافقة أدابتي، سواء من حيث هندسة التعلمات وبناؤها أو من حيث كذلك تقييم الاكتسابات وتدعيمها. والأكيد أن تحقيق هذا المسعى يتحقق أو يشترط العمل وفق مقاربة تشاركية تدمج المشرفين على هندسة الفعل التربوي وتنفيذه، وتستعين بالمتخصصين في مجال التكوين السيكولوجي والتقييم المعرفي والتدخل الطبي وشبه الطبي والسيكوبيداغوجي في أفق بناء أدوات خاصة للاشتغال مع المتعلمين في وضعية إعاقة. فالواقع كما يقر بذلك الحنصالي في بحثه سنة 2017 يصرح بغياب للأدوات البيداغوجية والديداكتيكية الملائمة وللبرامج المصادقة عليها، على غرار ما تنتجه المطابع كل سنة من أكوام هائلة من الكتب بالنسبة للتلاميذ الآخرين، لكي نقول التلاميذ العاديين.
المدرسة الدامجة التي يمكن أن نراهن عليها اليوم هي التي تحتضن جميع الأطفال وتوفر لهم بيئة تعليمية تلائمهم وتستوعب اختلافاتهم وتستفيد كذلك من انخراطهم الإيجابي في تحقيق أهداف التعلم، وبهذا تكون المدرسة الدامجة جامعة بين الاستفادة من البروفايلات أي المشخصات المختلفة والمتباينة للأطفال في وضعية إعاقة، ومن جهة تستجيب لحاجياتهم ومتطلباتهم في تحقيق التعلم. إذن نشير إلى نقطة أساسية وهي التشخيص المعرفي الذي نعتبره مدخل لتوصيف حاجيات المتعلمين في وضعية إعاقة. أي نعم نقر بضرورة مقاربة دامجة، ولكن لا بد أن تنطلق من توصيف لحاجيات هؤلاء الأطفال الذين نسعى إلى دمجهم في السياق المدرسي. إذا كانت النظرية البياجاوية ترى أو تنظر إلى النمو وفق تصور أحادي للنمو المعرفي، فالسيكولوجيا الحديثة تقر بتعدد أنماط النمو وتنوع مساراته وآلياته. فالنظرية البياجاوية وضعت للنمو المعرفي مسارا محددا يخضع له جميع الأطفال، مسار ربما يتميز بما يسمى بمسار هرمي تخضع له جميع الأنظمة الذهنية، فالسيكولوجيا الحديثة تقر بهذا التنوع. فإذا كانت التشابهات في بعض الأنشطة المعرفية للأطفال فئة عمرية معينة، فهذا لا يعني أن هناك اختلافات، هذا لا يعني أنه لا توجد اختلافات من حيث استراتيجيات اشتغال المعرفي لهؤلاء الأطفال وفي مسارات نمو معارفهم. إذن هي فكرة تنسحب كذلك على الأطفال في وضعية إعاقة وخصوصا الأطفال ذوي اضطرابات النمو والتعلم. فإذا كانت فالاشتغال مع هؤلاء الأطفال يقر بوجود لا تجانس من حيث بروفايلات الخاصة لهؤلاء الأطفال، أي نقاط قوتهم ونقاط ضعفهم، ميكانيزمات اشتغالهم الذهني واستراتيجيات المعالجة وآليات التنفيذ الخاصة بهؤلاء الأطفال. إذن حتى داخل فئة الأطفال ذوي إعاقة فهناك اختلاف إتيروجينيتي، يعني اختلاف من حيث البروفايلات، من حيث آليات الاشتغال الذهني، ومن حيث الآليات التي تتيح التكيف. وبالتالي لابد من اعتماد المقاربة الفردانية في تقييم قدرات هؤلاء المتعلمين وفي توصيف حاجياتهم من جهة، واعتماد وفقا لذلك آليات كفيلة بتمتيعهم في الحق في التمدرس، لأن هذا الحق ينبغي أن يؤجرأ عبر آليات كفيلة بتمتيع هؤلاء الأطفال من حقهم، وبالتالي الاستجابة لحاجياتهم الخاصة، أقول خاصة، وتحفيز مسارات نموهم. فالتشخيص المعرفي لكي نشير إلى معنى هذا المفهوم يشير إلى المسعى المنهجي الذي يساعد على تفييئ الأطفال، أي تحديدهم في التفييئ، لا يعني العزل بمعناها السلبي، أي تصنيفهم على أساس أنواع اشتغالهم المعرفي لكي يفيدنا هذا في اقتراح آليات مناسبة وفعالة للتدخل مع هؤلاء الأطفال. الأمر الذي يستوجب في سياق التشخيص القدرة على رصد مظاهر الاكتسابات وتحديد نواقصها والاختلافات التي تعرفها سيرورة بنائها. فهو من هذا المنطلق يبقى في نظرنا من بين المداخل الأساسية لتوصيف جوانب العجز الذي يظهره بعض المتعلمين في أنماط اشتغالهم الذهني وفي قدراتهم التكيفية عموما. إذن لقد بات من الضروري وفق مقاربتنا الانفتاح على علم النفس المعرفي الذي يرصد طبيعة الإكراهات الذهنية التي تعيق عملية الاكتساب حتى في جانب الاشتغال النمطي بين قوسين، فإدماج المتعلمين في وضعية إعاقة داخل فصول الدراسة يقتضي من المدرس، وهذا أمر بديهي، التوفر على حد أدنى من المعرفة بخصوص كيفية اشتغال الذهن أثناء مباشرة المهمات التعليمية، أي كيف يتحقق التعلم داخل الذهن، بل كيف يتحقق التعلم داخل الدماغ، وهذا ما يسمى بالنورو تربية، أي الانفتاح على ما استجد بخصوص العلوم العصبية والعلوم العصبية المعرفية لتجويد الممارسات التربوية، ليستطيع أقول بمساعدة الأخصائي النفسي وبالاستعانة أحيانا بالفريق شبه الطبي
من الوقوف عند الإكراهات الوظيفية التي تعيق المتعلم وتمنعه من تحقيق الاكتسابات، وبالتالي هذه المعيقات قد تحدث في شكل عجز في العمليات المعرفية الأساسية، الانفعالات، الوظائف المعرفية، الانتباه، التمثل الذهني، الذاكرة. هذه العمليات الذهنية هي التي يستند عليها التعلم، وبالتالي أي عجز على مستوى وظيفة من هذه الوظائف قد يحدث خللا في صيرورة اكتساب التعلمات، لأن كما قلت التعلم هو اشتغال ومعالجة للمعلومات. وبالتالي فإرساء مبدأ التشخيص المعرفي لفائدة المتعلمين في وضعية إعاقة يندرج ضمن مسعى عام يتجلى في الرفع من مردودية هؤلاء المتعلمين وتشجيع مساهمتهم الإيجابية في العملية التعليمية التعلمية. لا يجب أن نقر بتربية دامجة تقوم على وضع الأطفال في الأقسام والاكتفاء بهذا الأمر، بل ينبغي أن نشجع مساهمتهم في الرفع من مردوديتهم، وبالتالي أن يساهموا بشكل إيجابي في العملية التعليمية التعلمية، وهذا هو مبدأ التربية الدامجة. هذا المسعى إذن قد يتحقق عبر الحرص كما قلنا على تشخيص الأخطاء التي يقعون فيها. ندخل من منطق يعني متخصص، الحرص على إرساء معالم تدخل ناجع يرتكز على نظريات حديثة في السيكوبيداغوجيا، وتجاوز الرصد البسيط لفروقات الأداء. لا نقول هذا متوسط هذا جيد، بل تعيين الصيرورات المعرفية الضمنية ومظاهر الاختلال في اشتغالهم المعرفي. لكن تناول دمج تحدي دمج المتعلمين في وضعية إعاقة عبر الانطلاق من تشخيص الصعوبات لا ينبغي، لأنه هذا ربما قد يحدث لدى البعض خلخلة. لا ينبغي أن يفهم من منطق الرغبة في تكييف بروفيلات هؤلاء الأطفال أو هؤلاء المتعلمين، وبالتالي المراهنة عليهم لوحدهم أثناء تقييم التدخل، وهو ما يتعارض بالأساس مع مبدأ التربية الدامجة. ولكن لا بد أن ننطلق من فهم لاحتياجات هؤلاء الأطفال، وبالتالي نبلور آليات بيداغوجية وتكييفات تلائم احتياجاتهم. إذن يمكن القيام بهذا التشخيص عبر إجراءات سيكوميترية من خلال فحوص نفسية عصبية وتقييمات لأهم الوظائف المعرفية لكي أمر بسرعة، لأنه ولا بد أن أشير إلى هذا الأمر، عندما وصلني البرمجة الأولية كانت بـ40 دقيقة في المداخلة، لذلك هيأت المداخلة على أساس 40 دقيقة، عاد عودة تم التحديث والتحديث وصلني عاد البارح، ولكن غادي نحاول نختصر. إذن عملية التشخيص المعرفي تفيد في الوقوف عن كثب عند الاختلالات الوظيفية التي قد تأخذ صياغ إكراهات تحول دون تحقيق المتعلمين في وضعية إعاقة لاكتسابات المدرسية، وتمنعهم من تحقيق الجودة أثناء إنجازهم للمهام المطلوبة في صيرورة بناء التعلمات. ولكن يساعدنا كذلك في بناء تصورات بخصوص كيفية التدخل مع هؤلاء المتعلمين، وذلك عبر بلورة تقنيات خاصة لتأهيل الوظائف المعرفية التي يتم رصدها بكونها عاجزة لدى هؤلاء الأطفال. عاجزة نقصد يعني الديفيسيت، لو ديفيسيت كونيتيف، واقتراح توصيات سيكوبيداغوجية تتوافق مع وضعية كل متعلم وتعينه على تحقيق الاكتسابات وتيسر له المشاركة الفعلية في بناء التعلمات وإنجاز المهام. إذن وبهذا الأساس نتحدث عن ما يسمى ببرامج التربية المعرفية. نظرا لضيق الوقت أشير إليها في الجدول التالي، هناك مجموعة من البرامج التي يمكن الاعتماد عليها، ولكن تطبيق هذه البرامج يراهن على تحقيق أهداف مختلفة، أي تأهيل كما قلت القدرات العاجزة، ولكن بشكل متكيف تبعا لخصوصية كل طفل. فإذا كانت مثلا الأطفال ذوي عسر القراءة نتدخل معهم من خلال تنمية الذاكرة البصرية وتنمية ما يسمى بالوعي الفونولوجي، وبالتالي التكييفات البيداغوجية التي تصل للأستاذ أو للمدرس تعينه على اقتراح بدائل بيداغوجية أو تكييفات بيداغوجية لكي يضمن لهؤلاء الأطفال الحق في التعلم. من بين الوظائف التي يمكن العمل على تدريبها نقوم بتدريب ذاكرة العاملة، أي ذاكرة العاملة ميموادو تخافاي، وهي يعني ذاكرة تتوقف عليها جميع التعلمات، فهي مكون نشط
وخاصة من حيث محدودية سعته. وإذا ما أردنا أن نلج إلى القدرات الذهنية للأطفال في وضعية إعاقة نجد أن لديهم ضعفا من حيث هذا المكون الأساسي، وبالتالي العمل على تأهيله يساعد في تحقيق التعلمات. كذلك القدرات الانتباهية، هناك برامج لتأهيلها وهناك برامج لتعليم مبادئ التفكير وتنمية القدرات لكي أصل إلى الخلاصة. لكي أقول أن ضمان استفادة المتعلمين في وضعية إعاقة من حقهم في التعلم والاكتساب، وبالتالي إرساء أسس المدرسة الدامجة المنصفة والمواطنة، يقتضي الجمع بين توفير الضمانات القانونية التي بإمكانها أن تيسر ولوجهم للخدمات التربية والتعليمية، وهذا نقر بأن البلد في إطار السعي لتنفيذ هذه النقطة، ولكن إلى جانب هذا المدخل لابد من مدهم بالأدوات الضرورية لتحقيق الاستفادة اللازمة، وهذا أشرنا إليه من خلال العمل على بيداغوجيا أو بناء بيداغوجيا تعددية مبنية على برامج للمساعدة المعرفية، قوامها دعم المتعلم إذا فشل ومساعدته على مراقبة وتضبيط مختلف استراتيجياته المعرفية وتكييفها مع خصوصيات الميادين والوضعيات والمشاكل التربوية. ومن ثم فالتربية المعرفية جعلتنا ننتبه إلى أن المشاكل التي تحول دون تحقيق التعلم ليست مرتبطة فقط بالمتعلم، وإنما لها علاقة باختيار البرامج المناسبة وبقدرة المدرس على تطبيق هذه البرامج بشكل إبداعي وتقييمها بشكل علمي يستوعب الخصوصيات والفروق الفردية التي تتواجد داخل نفس الفصل الدراسي. شكرا على المتابعة وأعتذر على الإطالة. شكرا جزيلا للأستاذ الفاضل سي محمد النصيري على مداخلته القيمة. طبعا وددنا لو استمر في التفصيل، ولكن سنة ندوات العرض المختصر كما نعلم جميعا. مداخلة كما قلت قيمة، انطلقت من مبدأ عام هو مبدأ الاختلاف، وكيف لهذا المبدأ امتدادات إلى المجال التعليمي ليضعنا في قلب موضوع الندوة في حديثه عن بعض برامج التربية المعرفية أو رهان تنزيل برامج التربية المعرفية يعني في الأفق المدرسة الدامجة المنتظرة في المستقبل القريب إن شاء الله. أيضا أشار إلى هذا التنزيل في السياق المغربي، وكيف ينبغي للتكوين أن يدعم المقاربة الحقوقية. أيضا ركز على التشخيص المعرفي بوصفه مدخلا لتوصيف حاجيات المتعلمين في وضعيات إعاقة، ثم أشار إلى الرهان في التأهيل. وفعلا بالإضافة إلى التشخيص ففعالية الكفاية التعليمية والتعلمية لدى قطبي التربية الدامجة هما الاستراتيجيتان التربويتان لإنجاح هذا المشروع. بطبيعة الحال القطب الأول المدرس من جهة، الذي يحتاج دون شك إلى وسائل تعينه على فنه وتعينه كذلك على ما يزاول من المهام، وأيضا المتعلم الذي يحتاج تدريبا على آليات التربية المعرفية حسب من طبيعة كل حسب طبيعته ونموه وفقا لخصوصيات المواد المدرسة. طبعا نجدد الشكر لسي محمد النصيري، وننتقل إلى المداخلة الرابعة مع الأستاذ الفاضل سي الصديق أبو الحسن من جامعة ابن زهر بمدينة أكادير الكريمة، بعنوان التربية الدامجة كتمكين وإنصاف، مقاربة معيارية للإدماج كشرط للعدالة الاجتماعية والتنمية. الأستاذنا الفاضل هو الآن معنا عن بعد الصديق، فليتفضل مشكورا. 15 دقيقة طبعا معذرة. ميسر على التقديم و
أنا جد سعيد بالتواجد معكم في هذه الندوة. في الحقيقة كما يشير العنوان الذي اخترته لمداخلتي، أنا اخترت زاوية نظرية مختلفة نوعا ما عن يعني المداخلات السابقة، وهي زاوية تنطلق من الأخلاقية المعيارية وإسهاماتها في مجالات تقييم السياسة العمومي، وخصوصا فيما يتعلق بموضوع التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية واللامساواة لزينيغاليب. كما يعلم الجميع، التربية الدامجة هي مدخل أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، إذ أنها تخول للأفراد ذوي الإعاقة والحاجيات الخاصة إمكانية الاندماج والحصول على فرص لولوج واستكمال تعليم يتوافق مع حاجياتهم ووضعياتهم. إلا أن مسائلة مدى جودة التربية الدامجة يطرح في الحقيقة إشكالات عدة، ويعد رهانا فعليا كما اختارت ندوتكم يعني القيمة أن تعنون موضوعها اليوم. فالسؤال المطروح في الحقيقة هو عن أي جودة نتحدث، وبصيغة أخرى أو بصيغة أخرى، ما هي المجالات أو الحيز الذي يجب أو يمكن أن نقيم من خلاله جودة السياسات والبرامج المعنية بالتربية الدامجة؟ فهل يجب مثلا التركيز على فعالية البرامج والسياسات ومدى نجاعتها من خلال تقويمات لممارسة الإدماج، أو تقييم مستويات القدرة المؤسساتية على الصعود التنظيمية القانونية والتأثيرية، أو من خلال تقييم جودة الخدمات المتاحة للأفراد ذوي الإعاقة والحاجيات الخاصة، أو التركيز على جودة استثمار واستغلال الموارد والآليات المتاحة للإسهام في إدماج أمثل للأشخاص وضعية إعاقة؟ وفي الحقيقة في السياق المغربي يجب أن نتساءل كيف لنا نحن كأكاديميين وخبراء وأطر ومهنيين معنيين بتتبع وتقييم إسهامات السياسات الوطنية في هذا المجال، كما تمت بلورتها من خلال وثائق مثل الاستراتيجية الوطنية والإطار المرجعي للتربية الدامجة لفائدة الأطفال وضعية إعاقة، والمشاريع المقترحة في إطار القانون من خلال قانون الإطار 51/17. كيف يمكن وما يترتب عن هذه الوثائق والسياسات من برامج، كيف يمكن لنا أن نقيم كل هذا الزخم من المجهودات يعني المؤسساتية؟ من خلال هذه المداخلة سأحاول مقاربة موضوع جودة التربية الدامجة من خلال مفهومين محوريين، وهما مفهوم التمكين والإنصاف، وذلك باعتماد مقاربة معيارية نابخوش نورماتيف من خلال مقاربة القدرات التي بلورها الفيلسوف أو العالم الاقتصادي الهندي أمارتيا سين، الذي طور مفهوم التنمية البشرية، والفيلسوف الأمريكي مارتن نوسبوم التي أيضا بلورت مفهومها الخاص للتنمية البشرية Human Development، وكنظرية للعدالة الاجتماعية. وفي هذا السياق سأحاول توضيح كيف أن الإطار النظري والمفاهيمي لمقاربة القدرات يوفر خطاب وأدوات وآليات ومفاهيمية مثلى لتطوير وبلورة إطار نظري وتطبيقي لتقييم جودة التربية الدامجة. من بين الإشكالات التي أود يعني أن أتناولها هي إشكالية الاختلاف أو الهيتروجينيتي أو اللا تجانس، كما أشار المتدخل السابق مشكورا، والتي غالبا ما تصاحب يعني تنزيل البرامج التي تستهدف الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة أو في وضعية إعاقة كتحدي، إذ غالبا ما تتأرجح هذه البرامج بين قطبين: قطب يحاول التركيز على يعني تشخيص الفوارق الفردية وتصنيف الأطفال لتيسير وتسهيل الاستجابة لحاجياتهم،
مع العلم أن هذه المقاربة غالبا ما يصحبها يعني مخاطر الوصم التمييز، وإن كان ذلك غير مقصودا، مما يكرس ممارسات إقصائية في حق الأطفال في وضعية إعاقة والأطفال ذوي الحاجية الخاصة. المقاربة الثانية هي مقاربة يعني التطبيع أو لا نورماليزاسيون، والتي في أغلب الأحيان تحاول أن توحد نوعا ما وتعمم آليات واستراتيجيات الدمج على كل المؤسسات، وغالبا ما يصاحب مثل هذا الطرح مخاطر عدم ملائمة الخدمات الموحدة لجميع الحالات ممكن يعني تتواجد في مؤسسة بعينها نظرا للا تجانس عند هذه الفئة. وفي هذا السياق تعتبر مقاربة القدرات إطارا نظريا ومفاهيميا واعدا للتعامل مع إشكالية لا تجانس أو إشكالية الاختلاف، حيث أنها كمقاربة توفر إطارا يعني معياريا يعتمد الفرد كوحدة قياس لانعدام المساواة ولا مساواة، فهي تتبنى ما نسميه بالفردانية المعيارية أو الانديفيدواليزم النورماتي، وتعتبر هذه المقاربة أن البنيات المجتمعية يجب أن تقيم من خلال حيز القدرات، أي حيز الحريات الفعلية التي يتوفر ويتحصل عليها الفرد للاختيار وتحقيق الرفاه والرخاء والتنمية بيانات والبيين التي يطمح لها وفي هذا السياق فإن معطى التنوع الكبير الناجم عن التفاعل بين الفرد وبنيات المجتمع والعوامل السياقية يلعب دورا محوريا في تقييم قدرات الأفراد capabilities capacity. وباعتماد مقاربة القدرات أرى أننا نقترب أكثر من إطار مفاهيمي أمثل لتقييم جودة التربية الدامجة. وتتناول هذه الورقة ثلاثة محاور أساسية. المحور الأول يروم يعني مقاربة القدرات كإطار لفهم استعمال مقاربة القدرات كإطار لفهم الإعاقة في سياق التربية الدامجة، التفاعل بين الفرد والفوارق الفردية والسياقات الخاصة بوضعية الشخص. أما المحور الثاني فهو يحاول أن يجيب على السؤال كيف يساهم مفهومي التمكين والإنصاف في فهم أمثل لكيفية قياس جودة ونجاعة برامج التربية الدامجة. وفي الفقرة الأخيرة سأحاول يعني تقديم بعض الخلاصات والتوصيات لتجويد تنزيل برامج التربية الدامجة في السياق. إذا لنحاول الإجابة على السؤال لماذا مقاربة القدرات وكيف توفر الإطار النظري والمفاهيمي الأمثل لمقاربة الجودة في تنزيل التربية الدامجة. أولا على عكس المقاربات الأخرى كالمقاربة الحقوقية التي يعني تم الإشارة إليها اليوم في عدة مراحل، وبعد المقاربات الأخرى سواء كانت سيكولوجية أو اجتماعية التي تتعامل مع موضوع التربية الدامجة بشكل يعني مستقل، فمقاربة القدرات كإطار معياري تمت بلورته في كنف النظرية الاقتصادية وفلسفة الأخلاق المعيارية توفر باراديغم مفاهيمي متعدد المستويات لتفسير وتقييم الرخاء والبيين أو التنمية البشرية واللا مساواة، وذلك من خلال توسيع القاعدة المعلوماتية باباز انفورماسيونيل اللازمة للتقييم، وتضع الفرد في المركز وفي قلب كل عملية القياس والتقييم. تعتبر أن كل المؤسسات والبنيات المجتمعية يجب أن تقوم من خلال مدى الحرية والاستقلالية التي تتيحها
التي تتيحها للأفراد لاختيار أنماط الحياة التي يبتغون. وفي هذا السياق يقدم سن أربعة مفاهيم أساسية، وهي القدرة capability، الوظائف functionings، القدرة على الفعل أو الدافعية agency agency بالفرنسية، والحرية liberty أو freedom بالإنجليزي. فمفهوم القدرة مثلا يتجاوز البعد السيكولوجي للكفاية competence، إذ أنه يشمل كل أحوال beings والأفعال doings التي يثمنها الفرد ويطمح لتحقيقها والقيام بها. فالقدرات هي مجموع الأحوال والأفعال التي تتيحها بنية الفرص للشخص لشخص ما. وبنية الفرص هي بالأساس تفاعل لما يمتلكه الفرد من موارد جسدية، فكرية، سيكولوجية، مالية، مادية، معنوية إلى آخره، من مع البنيات المجتمعية والمؤسساتية المؤثرة للسياق الذي يعيش فيه من قبيل القوانين والتشريعات والمؤسسات والبرامج والخدمات والأسواق والفرص الاقتصادية إلى آخره. وأما الوظائف فهي الأحوال والأفعال التي يفعلها ويحققها الفرد فعليا، في حين تمثل الدافعية القدرة الحقيقية للفرد على الاختيار الحر من ضمن حزمة خيارات تتيحها بنية الفرص الخاصة به. وفي هذا الحال يكون الاختيار ذو معنى ويشكل غاية يثمنها الفرد. وفي حين يترك سن الحيز مفتوحا للأفراد لتحديد القدرات والوظائف التي يثمنونها ويختارونها كنمط حياة أمثل وغاية يسعون لتحقيقها، فمارثا نوسبوم اختارت منحى آخر، إذ عدلت الأفكار الأساسية لسن وطورت مقاربة القدرات كنظرية ليبرالية جزئية للعدالة، حيث اقترحت فكرتين أساسيتين من خلال حجاج فلسفي حول الحد الأدنى للمستوى العيش الكريم الذي يجب لكل الدول والشرائع الدستورية اعتباره عتبة لا يمكن النزول تحتها. والفكرة الثانية هي فكرة أو مفهوم القدرات الإنسانية الأساسية Central Human Capabilities، وتقترح التي تشكل أساس العيش الكريم والحياة الكريمة. وفي هذا السياق تقترح نوسبوم 10 قدرات أساسية هي كالتالي: الحياة، الصحة، السلامة الجسدية، الحواس، التخيل والفكر، المشاعر، الفكر العقلاني، الارتباط والعلاقات، العلاقات بالكائنات الحية الأخرى، اللعب، وأخيرا التحكم بالظروف المحيطة. إذن دعونا الآن نمر للإجابة على السؤال التالي: كيف يمكن لمفهوم التمكين empowerment أن يساهم في وضع تصور أفضل وأمثل لتقييم جودة التربية الدامجة؟ فمن خلال استعمال مفاهيم مقاربة القدرات يمكن القول أن الشخص الذي يمتلك مستوى معين من التمكين فهو يتوفر بالضرورة على القدرة capability، على القدرة الفعلية للاختيار، أي أنه يستطيع ترجمة اختياراته لوظائف functioning أحوال وأفعال تعكس خيارات وغايات يثمنها بكل حرية واستقلالية. وهنا يتجلى التفاعل بين بنية الفرص opportunity structure la structure des opportunités والقدرة على الفعل agency l'agencyité كعاملين أساسيين لتحديد مستويات التمكين. ففي حين تعد القدرة على الفعل l'agencyté مؤشرا على مدى قدرة الفرد على اتخاذ وتفعيل خيار إذن قطع الخط في انتظار أن يربط الإخوة التقنيون الاتصال مجدداً مع الأستاذ الفاضل الصديق لإتمام ما تبقى من مداخلته التي عنوانها كما أسلفنا ذلك والموجودة أمامكم في برنامج الندوة التربية الدامجة كتمكين وإنصاف مقاربة معيارية. إذن عاد معنا الأستاذ الصديق ليتفضل لإتمام مداخلته. شكرا أستاذي وعفوا على هذا العطب. مرحبا.
كنت أقول أنه يمكن تحديد مستويات ثلاث للتمكين. المستوى الأول هو مدى توافر إمكانيات وفرص الاختيار ذو المعنى. المستوى الثاني هو التحقيق الفعلي للإمكانيات والفرص والاختيارات ذات المعنى المتاحة. والمستوى الثالث هو التحقيق الفعلي للغاية المتوخاة من الاختيارات التي حددها وفعلها الشخص. وأما فيما يخص مفهوم الإنصاف كأحد محددات العدالة الاجتماعية، ففي إطار مقاربة القدرات لا يتم مساواة الأفراد من زاوية الحقوق أو زاوية الموارد فحسب، بل يتوسع يعني مفهوم الإنصاف والمساواة للمساواة في مستويات الحرية والتمكين لتحقيق الوظائف والقدرات التي يثمنها الشخص، أي أنه يجب العناية بالعوامل التحويلية، ما نسميه ب les facteurs de conversion, conversion factors، التي تتيح للأفراد تحويل وتفعيل الفرص والموارد وتحويلها لأحوال وأفعال تعكس خياراتهم الفضلى والمثلى لحياة كريمة. وهنا يجب أن نشير إلى أمرين أساسيين بخصوص قدرات الأطفال عموما والأطفال في وضعية إعاقة في علاقتها بحرية الاختيار، وهذا من أحد التحديات يعني على المستوى الفلسفي والأخلاقي وأيضا على المستوى العملي، إذ يحتدم النقاش حول أهلية الأطفال أو ذويهم لاتخاذ قرارات وخيارات يمكن أن يكون لها أثر إيجابي أو سلبي على حياتهم مستقبلا، كما يمكن أن تتعارض خيارات الأهل أو أولياء أمور مع الخيارات المستقبلية للأطفال. وهنا نستحضر مفهوم نوسبوم لعتبة الحد الأدنى للعيش الكريم، والذي يقوم على مبدأ دفع الضرر وتوفير شروط دستورية وقانونية ومؤسساتية لدعم تفعيل القدرات الإنسانية الأساسية اللازمة للعيش الكريم. فبين قوسين في هذا الباب يعني التكوين ومصاحبة الآباء وأولياء الأمور حتى على الصعيد يعني الأخلاقي هو موضوع مهم، لأنه يعني يجب أن نتيح مساحة لهذا الأطفال ذوي الإعاقة والحاجات الخاصة بأن يكون لهم يعني مشاركة حقيقية في اتخاذ قرارات في ما يخص حياتهم، وهذا نوع ومستوى من التمكين. وبالعودة للسياق الوطني لتنزيل وتفعيل استراتيجية الوطنية للتربية الدامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، يمكن أن نقول أن كل من التقييم الذي قام به المجلس على التربية والتكوين والبحث العلمي والإطار المرجعي الذي اقترحته الوزارة للتربية الدامجة والإطار والقانون الإطار 51/17 يعني تشكل مداخل أساسية لفهم السياق التشريعي والقانوني والمؤسساتي الذي يحدد معايير تقييم جودة التربية الدامجة بالمغرب. ومن خلال المقاربة المعتمدة هنا يمكن الإشارة لبعض الخلاصات التالية. أولا، تبني المنظومة القانونية والتشريعية مفهوم الحق كمحدد أساسي لمن إذن مرة أخرى قطع الخط الأستاذ الفاضل كما كنا نتابع كان في مرحلة الختام التوصيات، نعطي بعض الوقت القليل جدا ليعود ليختم توصيات البحث ثم نمر لما يأتي. إذن مع الختام أستاذ الفاضل. قربت على الانتهاء يعني في المراحل النهائية. ثانيا، الرؤية الوطنية للتربية الدامجة هي رؤية شمولية وتضع الطفل في المركز.
ولكنها تركز أيضا على دور الفاعلين والبنيات الداعمة إن على الصعيد الخدماتي أو المجتمعي أو التنظيم. الإطار المرجعي يقدم تصور تربوي دامج مبني على مفهوم الكفاية في علاقتها مع الاستجابة لحاجيات الأطفال ذوي كل المؤسسات التربوية بنية حاضنة للممارسات الدامجة مع التعامل مع حاجيات الوضعيات والحالات الخاصة. الجوانب إلا أنها لا توفر بالضرورة إطارا فعالا في نظري إطارا فعالا لتقييم الجودة في مجال التربية الدامجة، حيث أنها لا تعكس بالضرورة الأثر التغييري المتوخى لهذه البرامج والسياسات على حياة الأطفال والأفراد في وضعية إعاقة. وهنا يجب أن نشير أن اعتماد مفهوم التمكين والمساواة في مجال القدرات يتيح فرص أكبر للتحسين وتجويد آليات وعناصر التقييم، إذ توسع مجالاته من مجرد التركيز على الجوانب الولوج والمشاركة وتوزيع الموارد إلى كيف يستطيع الأفراد أن يحولوا الإمكانات والفرص المتاحة إلى أحوال وأفعال تعكس مستويات تنموية وخيارات ذات معنى لهم وتمكنهم من حياة كريمة وحياة أفضل. وشكرا. شكرا جزيلا للأستاذ الفاضل السي الصديق أبو الحسن على مداخلته القيمة التي أعادت التأكيد على كون التربية الدامجة رهان فعلي وينبغي أن يصب في نهر أو بحر الجودة كما نعلم. في الحقيقة المفكر والباحث التربوي يفكر بالمفاهيم والمداخلة كانت مفاهيمية بالأساس، علما أنها ركزت على المفهومين الرئيسيين في عنوان المداخلة، مفهوم التمكين والإنصاف. إذن طرح سؤالا هاما عن أي جودة نتحدث وبأي صيغة يمكن أن نقوي ما حصلة ما أنجز في مشروع التربية الدامجة في السياق المغربي. ركز على المقاربة المعيارية الفردانية وختم بمجموعة من التوصيات، وفي الحقيقة مداخلته تقول بصوت واضح إن التربية الدامجة هي رهان للتمكين والإنصاف في أفق الارتقاء بالفرد والمجتمع نحو التنمية والتطوير والحق في فرص منصفة لفائدة الفئات العريضة التي تحتاج هذا النوع من التربية. إذا نشكره مجددا على مداخلته القيمة. أنوه إلى اعتذار صاحب المداخلة الخامسة التربية الدامجة من زاوية علم الاجتماع الأستاذ سي محمد بالكبير رئيس مركز الأبحاث والدراسات في القيم، نعذره وقد بلغنا اعتذاره. نشكر المشاركين في الحقيقة عن بعد وحضوريا فيما نعم. شكرا شكرا أستاذي الفاضل. قلت نشكر المشاركين عن بعد وأيضا الحضوريين إن صح هذا الوصف مع الاعتذار السابق، لأن بكم جميعا التأم شمل هذه الندوة، فلكم منا جزيل الشكر.